بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. عايز توصل للحقيقه، اسال السؤال الصح للناس الصح في التوقيت الصح. رهيب، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. وهذه البدايه الصح لحلقه الاثنين من ملك وكتابه، الحلقه التي تحمل الرقم 537. لعلنا نكون فيما سبق قدرنا نرسخ الكثير من مفاهيم هذا البرنامج، وأيضا رسالته ودوره المهم جدا في الحركة الرياضية عامة والأهلوية بالخصوص. أيوة يا أستاذ إبراهيم، البداية الصح في الوقت الصح. لا، أنا شايف إن 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 في دلوقتي عملية لاستضافة كل من يجب أن يناقش في علاقته بالنادي الأهلي. وعادة بيجيبوا الناس اللي يستشعروا إنهم ممكن يبقوا متضايقين شوية. في كل البرامج. والظاهر الرحمة والباطن العذاب. انت بتجيب ناس، هتيجي تكلم اي اعلام يقول لك ده حقي. طبعا حقك لو ان ده توجه عام، لكن لما تجيب الناس ما تسألهاش السؤال الصح في التوقيت الصح، عايزين نحط علامة استفهام. علامة استفهام، لكن هذه الحلقة فيها اربع عناوين مهمة: حمار جحا وحصان طروادة، عندما ينتحر المنطق وتعلو الصرخات، عرين الأسد ورؤية مختلفة، العودة المأمولة والرغبة المميتة. السؤال الصح في الوقت الصح. طبعا. انت عبرت عنها بطريقة ثانية. يعني الصياغة برضو، حصان طروادة وحمار جحا، هي فيها نفس الكلام، انك انت ممكن انت تظهر لي شيء لكن الباطن بتاعه هيفرز نتائج مختلفه. طيب، في ظل الظروف الحاليه وتوقف النشاط، خلينا نقف عند خبر مهم، لانه حتى الناس وهي بتتكلم على اعباء التوقف وخسائر الانديه وخسائر الحركه الرياضيه كلها من هذا التوقف، عندنا لاعب أمريكي عامل عقد مع النادي الأهلي لكرة السلة. الرجل بما يذكرنا بالألماني ديتريش فايسا في نهاية 89، لما منتخب مصر راح كاس العالم هيلعب في سنة 90، ديتريش فايسا وقتها هو من هو يعني، قال لك لا، أنا مش عايز أقعد والدورة اتلغى فأخد فلوس بدون ما عمل جاد، والرجل هو اللي طلب إن هو يمشي توفيرا للنفقات. النهارده اللاعب الامريكي في كرة السلة في النادي الاهلي أليكس يونغ بيقول لك: الاهلي احترمني جدا، كان صادق معايا الى ابعد حد، انا شايف في ظل التوقف الحالي حرام افضل موجود واخد فلوس ومفيش نشاط. فبيقدم على فسخ عقده والعودة لبلاده مع وعد بالعودة وابرام عقد جديد عند العودة. بص يا استاذ ابراهيم، هو الموقف ده موقف طبعا نبيل جدا. وموقف فير. ايوه. عادل يعني. ايوه. مش ضروري يتم بالطريقه دي. لان في ناس كتير دلوقتي على مستوى العالم، برشلونه بيتكلموا على ان اللعيبه وافقت على نسبه كبيره جدا من عقدها. وبعض المبادرات الفرديه لنجوم كتيره انها تخفض. لأن الحقيقة النهاردة العبء المالي ده، أنت في ظل استمرار النشاط واحترافية التسويق، الناس كانت بتقول أن ربما أندية كثيرة عريقة يقضى عليها نتيجة الرواتب العالية سواء من اللعيبة أو المدربين. ودي قضية عايزة كانت مناقشة بقالها سنين يعني. صحيح. ويمكن ده السبب اللي خلى الاتحاد الدولي حريص على تطبيق معايير السلامة المالية والشفافية علشان الأندية تقدر تاخد رخص الاحتراف اللي احنا لحد النهاردة فاكرينه يعني مثل الوصول إلى القمر، مش عارفين نوصل إليه في مصر. طيب، في ظل الظروف الحالية، الحقيقة النهاردة شفت في الجرايد تصريح مهم جدا ومبادرة طيبة قوي للمهندس هاني أبو ريدة. أنا بريدة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي والرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم.
الفكرة أنه بيطرح مبادرة تأسيس صندوق رياضي للكوارث يكون تابع أو منبثق من صندوق تحيا مصر. والراجل قال لك أنا كرئيس الاتحاد الكرة لو هبقى موجود ماليش علاقة بيه، هذا الصندوق يرأسه ويشرف عليه وزير الشباب والرياضة بصفته، ويكون تحت الأمبريلا بتاعت صندوق تحيا مصر، ويختص بإعانة وإعاشة الرياضيين المتضررين من أي كوارث لا قدر الله، وأيضا جزء كبير منه يروح للجيش الأول في الظرف الراهن. أنت حاليا بتتكلم على الجيش الأبيض الأطباء، فيبقى في جزء منه دعم جهود الأطباء في مواجهة هذا الخطر وهذا الفيروس، بالإضافة إلى إعانة الرياضيين. مبادرة طيبة جدا، هي مبادرة محتاجة طيبة جدا، تتفق مع رغباتنا الشخصية. عندما قلنا هنا عايزين اكتتبوا عايزين مع وزارة التضامن الاجتماعي، وجبنا المتحدث الرسمي عشان يدونا الآلية، ما جاتش الآلية. صياغة صندوق تحيا مصر آلية موجودة، وصياغة موضوعية وسليمة وتحت إشراف الدولة مؤكد يعني، وبتتحمل أعباء كثيرة جدا لمثل هذه الأهداف. وأيد هذه المبادرة تماما وأثمن عليها، ونرجو أنها تشوف النور، لأن طبعا استمرار الصندوق ده وقطعا هاني أبو ريدة لما يقول هذا الكلام، هو يعلم أن له اتصالاته الدولية ودراعه ممتدة إلى أفريقيا وإلى صحيح الاتحاد الدولي، يستطيع أن يحصل لهذا الصندوق على ميزات. هو قال كده يعني في التصريح المنشور له في الأخبار النهاردة، قال كده يا باشمهندس، قال لك أنا ممكن أسهم غير التبرع الشخصي، أقدر من خلال الفيفا والكاف والشركات الراعية ليهم العالمية تساهم. هو ده الظرف اللي العالم كله عايز يتضامن مع بعضه فيه. أيوة. يعني أنت لما تفتحها بمناسبة مقاومة مرض كورونا والأضرار اللي ترتبط عليه من إيقاف نشاط أو حتى توفير مناخ الصحة العامة، أعتقد أنه هيجد صدى جامد. إحنا مع هذه المبادرة، واللي مطلوب مننا لازم نعمله. فكرة أن يبقى الصندوق تحيا مصر بكل ما فيه من فكرة مجتمعية كبيرة جدا لإعانة البلد في هذا الظرف عامة، مش حتى الظرف بتاع كورونا. فكرة أن أنا يبقى عندي صندوق منبثق عنه خاص بالرياضيين، ده يفتح الباب انك انت تبقى فيه صناديق نوعيه، بمعنى انه الفنانين يبقى لهم صندوق، الاطباء يبقى لهم صندوق. يا عم كله في صندوق وعاء كبير. آه. لا انا مش ضد التفرع او في الصناديق. اصل الصناديق دي اشكاليتها هي مفيده جدا 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 طبعا، لكن ليها اشكاليه تانية، هي مش بتخش في موازنه الدوله. فده جزء اموال ضخمه هي اقرب الى بيت المال. فكرة بيت المال إن الناس تلم من القادرين عشان التكافل. التكافل. مع وجود الجمعيات المتعددة، لا أنا عايز فكرة إنه يبقى أحد شرايين صندوق تحيا مصر ويصرف من خلال قلب تحيا مصر، يبقى هو ده التصور السليم. ينضم بقى الفنانين، ينضم أي فئة يعني. هو اصل الخير مش حكر على حد، والاسهام الوطني مش حكر على حد. دي مبادره احنا الرياضه عايزه تعملها، فلينضم اليها الفنانون. يقول لك الفنانين، بس الفنانين هيقول لك اصرف على الفنانين، يبقى في الحاله دي يبقى الفنانين يعملوا لهم وعاء ايضا تحت اشراف صندوق تحيا مصر. عشان ما ناخدش الامور بعد كده. النهارده احنا في ظرف كل الناس عايزه تساعد. ايوه. بعد انتهاء الظرف هتبتدي المصالح تتصارع، يبقى لازم وعاء اقوى في اشراف اكثر دقه وصرامه صندوق تحيا مصر. طيب، ما هو ده بيفتح الباب حول ظروف الموسم بقى. النهارده بايرن ميونخ تقريبا اول نادي يبدا التدريبات بشكل منفرد شويه بعد طول التوقف طبعا، وبعد ما الناس كلها اتكلمت على انه الدوري في كل دول العالم ممكن يتلغى ولا لا يا باشمهندس. شفنا البايرن بيبدا بمبادره تدريبات ثلاثيه غير مسموح كوحده تدريبيه في الملعب الا الثلاث لعيبه، كل ثلاث لعيبه منعا للاختلاط، يعني ده التباعد الرياضي بقى مش التواصل الاجتماعي، انه كل مجموعه لوحدها طبعا بعد اتخاذ كل الاجراءات الطبيه والاحترازيه الوقائيه، انك في النهايه في
وحده تدريبيه خاصه بثلاث لعيبه يادوا تدريباتهم، في غيرهم ما يحدثش هذا الاختلاط، لكن عوده من توقف لانه مش هينفع تقف كتير. وساعه ما تعود مش هينفع ترجع مره واحده. فهو لازم يشوفوا له حلول، ده حل بره الصندوق شويه. وفي نفس الوقت بيحقق فكره ان المدرب له رؤيه بيشوف التدريب قدام عينه. ايوه. وبرضه ان الجادرنج او او او, أو التواجد، ايوه، اللحمه بتاعه الفريق الى حد هتكون موجوده، موجودين متباعدين بس شايفين بعض. ايوه. هي بدايه كويسه. ده ممكن كل ثلاثه يكون في توقيت مختلف على التانيين. مش هيحصل. ولا تبقى من الصبح للليل بقى بتمرن. لا، هي مش كده، هي مقصود انك ما فيش وحده تدريبيه بتلم اكتر من ثلاثه. في اطار المسموح به، انك تبقى على بعد مترين مني وانا بعد مترين منك، بنباصي البعض ماشي. بنحذف الكوره لبعض ماشي، او يعني الشكل بقى انا مش عارف هيكون ازاي، ده شكل فني شوي. لكن احنا عايزين حاجه زي كده، عايزين فكره ان الموات يعني هو برضو من نوع من انواع من ان الفيروس مش هيقضي علينا. طيب يعني فكره برضو استاذ ابراهيم عوده النشاط، انت هتبحث في طب خلينا نتكلم. بص، ده يفتح الباب للعوده المأموله والرغبة المميتة. العودة المأمولة لأنه محدش عايز الدوري يتلغي إلا اللي له مصلحة في الإلغاء. إيه هي المصلحة في الإلغاء؟ مؤكد إنه الناس اللي مش عايزة الأهلي يحقق هدف كبير من المسابقة عايزة تلغي الدوري. الناس اللي ما عندهاش فرصة إنها تحقق المركز اللي هي بتأمل فيه وبتنشده عايزة تلغي الدوري. الناس المهددة بالهبوط وشايفة ان هي فعلا ممكن تنزل وما تقدرش تكافح الخطر لو الدوري رجع عايزة تلغي الدوري. اذا انت بتتكلم على المصلحة والرغبة المميتة بهذا الشكل، لكن العودة المأمولة شايف امكانيتها ايه؟ قبل ما اقولك دوليا الدنيا ماشية ازاي، لانه خرج علينا الاتحاد الدولة باشمهندس، الاتحاد الاوروبي هنتكلم في خليها بقى ده، بس الاول نشوف هو في ليه لازم الدوري يرجع؟ لازم الاول نناقش. ايوه. طب وانت ابتديت تلمس على اسباب اللي مش عايزين الدوري يرجع. بالظبط. او يتلغي. ما هو ممكن تقول طب قول له بقى، طب ماشي بس حد بطوله الدوري او هنعتمد الترتيب، هيقول لك لا. ايوه. هو مش عايز الدوري يتلغي. هو عايز ان الترتيب ده ما يتحققش. حتى لو قلت له طب ما احنا هنضطر نرجع للنتائج السنه اللي فاتت، هيقول لك وماله؟ لانه كان له ترتيب يسمح له بالمشاركه الافريقيه اللي هي ممكن تبقى مهدده. هو غالبا هو اللي هيش يعني غالبا الامور هترسي ان الاهلي الاول والزمالك الثاني غالبا يعني. القراءات حتى الفنيه بتقول كده يعني. ايوه. الا اذا كان نادي زي المقاولين العرب مثلا او بيراميدز تحديدا، الاثنين دول عندهم راي ثاني، وهو انا شايف ان بيراميدز بيستعيد مستواه بشكل كويس قوي، وان المقاولين عاضد على الفرصه. طيب ده اللي عايز يلغي. طب لماذا يجب ان يعود الدوري؟ لان هنبتدي نلمس في الحقوق الاخرى. هو معقول انا هطلب من الانديه تدفع كل التزاماتها الماليه وانا وقفت لها النشاط؟ اللي هيترتب عليه ان الرعاه هيجي يقول لك الله انا بعت لك حاجه عشان عندك نشاط، طب النشاط لما يوقف هنعمل فيها ايه؟ العملية معقدة، معقدة جدا. اذا نتكلم في الشق المالي. الشق المالي، وانت واحد من خبراء التسويق، كل الشركات الرعاية وشركات الاعلانات اللي متعاقدة مع الاندية بالطبيعة جدا بتقول لك عقودنا فيها ما يفيد انه في حال الغاء الموسم لظرف قهري ما بتحملش حاجة. ما هو ده ما انا بقول لك هترسي على كده. طب انت بقى هتتحمل حاجة وانت اصل العقد أن هناك نشاط. طيب أنت كمان كنادي، أي نادي أنت متحمل لو جيت تقول للاعب أو للمدرب أو لكل الأطراف اللي أنت متعاقد معاها وبتدفع لها فلوس، هيقول لك لا، العقد شريعة المتعاقدين وأنا ما أدفعش الثمن، ما تحملش أنا المسؤولية. طيب النادي يتحمل المسؤولية في الوفاء بالالتزامات منين يا دلال؟ ولا يحظى بنفس الحق من الشركات المتعاقده. مش ما بقول لك الموضوع هيبقى معقد. ولذلك بعض اللعيبه الاذكياء، ودي حصلت في الكساد اللي من خمس ست سنين،
حصل في امريكا وطال العالم كله. حتى كان في انهيار لا اكثر من 5 6 سنين، من 7 8 سنين، 12 سنه وحصل انهيار في البورصات وانهيار في العقارات، سوق العقارات تحديدا. وشركات كبرى كانت بتطرد بالالاف. ف جنرال موتورز عشان يخرج من الموضوع ده عمل نوع من الرأي الجماعي، نخفض الرواتب ولا نستغنى عن الناس. فالناس خفضت الرواتب بنسب كبيرة، وصلت ساعات لبعض الرواتب العالية قوي ل 75%، مع وعد باسترداد النشاط ان نرجع كل الامور زي ما كانت عليه. وحافظ جنرال موتورز على الشركة العملاقة دي على وجوده. أنا هنا بقى هتاخدني تاني للسؤال، إن في لعيب قال لك أنا ما عنديش عقد وزي فايس، وفي لعيب على مستوى العالم خدت مبادرات، اللي قال لك خفض لي 25 واللي قال لك خفض لي 50، والبارسا ما أعرفش مدى صحة هذا الكلام، قالوا مستعدين نوصل ل 70%. اللي مش هيجي النهارده بالمبادرات النبيلة هيجي بكره بالقرارات الفوقيه الملزمه. قرارات ملزمه لا يملكها الا وزاره الشباب، اللجنه الاولمبيه، الاتحادات المعنيه. هتتدخل هتجد نفسها مضطره تتدخل. طيب، على ذكر بقى المتابعه للشان الرياضي ولكل الاحداث اللي فيه، احنا اشرنا الى مبادره المهندس هاني ابو ريده المجتمعيه المهمه جدا في دعم صندوق تحيا مصر بصندوق خاص برعاية الرياضيين. مهندس هاني أبو ريدة امبارح كان في حوار مهم مع الزميل العزيز الكابتن سيف زاهر، اللي كمان كان له تصريحات قبلها مع المهندس محمود طاهر. معنا على الهاتف الأستاذ سيف زاهر. كابتن سيف، أهلا بيك. ازي حضرتك، وبتشرف بوجودي مع حضرتك. كابتن عدلي، ازي حضرتك؟ وحشني. اهلا اهلا، ازي كابتن سيف؟ ازيك؟ ازيك يا فندم، ربنا يخليك فندم، الحمد لله. انا قلت له مش هتاخر لان هو استضافني. صحيح هو بيدفع لضيوفه فلوس، بس انا المره دي انا اللي دفعت. لان خدت غرامه كبيره. انت قلت لي انا خدت. المهم يعني مش دي هي القضيه. والله يا فندم هندفع ونعوض اللي بيننا، مش لا يا حبيبي، لا انا بهزر معاك، بس عشان انت عملت حاجتين امبارح مهمين. الله يخليك فندم. والحاجتين في منطق، بس مش حاجتين بس، لانه قبلها كان في حوار مهم جدا هو كابتن شوبير مع فايلر الحقيقه. لا لا لا، ما هو انا بقول لك هو بيعمل حاجات الفتره دي خبطات. لان من وانا كنت بقول تملي ان الاعلام اللي يعني الشاطر اللي عايز يوصل للحقيقه بيسال السؤال الصح للناس الصح في التوقيت الصح. فانت دلوقتي امبارح كان عندك المهندس هاني ابو ريده، واحنا يعني طبعا توقيت صح، وهو ده الشخص الصح انك تساله السؤال الصح. انت نازل انتخابات اتحاد الكره ولا لا؟ خرجت منه بايه؟ خرجت من المهندس هاني ابو ريده يعني من وجهه نظري، حضرتك عارف ان كان الموضوعين امبارح ريليتد ببعض. يعني المهندس محمود طاهر كان ذكر اسمه ان هو هياخد الانتخابات. المهندس هاني لسه، خلينا الاول في المهندس هاني، هنيجي المهندس محمود. انا جاي حاضر اهو. فالمهندس هاني كان، المهندس محمود كان مطروح اسمه. المهندس هاني برضه كان يعني ابتدت تتقلد اخبار ان هو هيخترق من دخول الانتخابات. اللي انا فهمته امبارح من المهندس هاني بمنتهى الصراحه ان هو بيفكر جديا بنسبه كبيره، ولكن هو مستني وضوح الرؤيه، يعني مستني اللائحه، مستني يشوف مين المجموعه اللي هيخوض بيها. ولكن يعني اعتقد ان هو يعني القرار خلاص اصبح قريب. وانا مش فاهم المهندس هاني ابو ريده مستني لائحه ايه؟ لائحه يعني النظام الاساسي للاتحاد؟ لا، الحزبه اللي انا فاهمها ان كل واحد بيستعد لنزول الانتخابات يا كابتن عادل، بيبص اللائحه هتسمح لمين ينزل، ففين المجموعه عشان يقدر يقول مين معايا. طبعا هل هتبقى في قيود ولا لا؟ ايوه طبعا، اي حد دلوقتي بقى بيبص، حتى لو انت حضرتك قريب من المكان، بص على الترابيزه اللي انا هكون موجود فيها. مش على فكره، مش بس المهندس هاني، يعني المهندس هاني، كابتن شوبير، اي حد النهارده بينوي يترشح في الحته دي بيبص. والله ارجو ان ده التوجه الجديد، ما حدش بص على الترابيزات قبل كده. يعني انت حضرتك النهارده لما تبقى خدت التجربه اكتر من مره وعارف، يعني انا واحد مثلا من الناس خلاص. بص المهندس هاني ابو ريده، انا معاك،
الناس مع الشيمة جامد جدا جدا لما يستطيع أن يقدم له الكرة ولم يقدمه حتى الآن، وهو يملك أن يقدم الكثير للكرة المصرية. فإذا أنا معاه وفاهم تحفظه، فاهم أنه هو إذا ما حسش المرة دي أنه هجيب معاه مجموعة تقدم الجديد للكرة المصرية، ربما لا يقدم هذه الخطوة. شيء مفهوم وكلنا عايزين حد بتقل المهندس هاني بريدة، بس المرة دي لازم يحصل تغيير جدي للكره المصريه. اعتقد ان حضرتك يعني رديت على السؤال، ان الجميع ينتظر مجموعه، الجميع ينتظر كوخ جديده، الجميع ينتظر كل واحد هينزل بمجموعته، مين مجموعته، خصوصا ان في ناس يعني بعدت عن المشهد. انا وحازم امام خرجنا من المشهد، انت خلاص. ما هو ده بقى ده اللي انا عايز اقوله. احيانا لما تسال سؤال يجي لك اجابه حاسمه، انت وحازم امام مش هتنزلوا بعد كده. قاطعني يعني مش هننزل الدوره دي، الدوره دي احنا مش الدوره الجايه ما انتوش نازلين. لا خلاص قاطع. اذا هذه اجابه حاسمه مانعه، بصرف النظر اذا كانت اللائحه تسمح لكم ولا لا. بغض النظر عن اي شيء، هي وجهه نظر بنتن كل احترام للجميع، ولكن شايفين ان الفتره دي محتاجه يعني وجوه مختلفه، محتاجه ناس مختلفه، فتره صعبه. شايفين ان احنا بالنسبه لنا الامور يعني مش هتكون خدنا التجربه قبل كده، فالامور مش يعني في اللحظه دي مش هتقدر تغيروا حاجه. لا مش هنقدر نغير حاجه. هذا هو نوع الاجابات اللي بتمناه دائما عندما اسال سؤال، فانا سالت السؤال الصح للشخص الصح. ده يقودني بقى ناخدك على الشق الثاني اللي هو الخاص بالمهندس محمود طاهر. يعني انت جبت المهندس هاني في التوقيت الصح في الشق الصح. انت جبت المهندس محمود طاهر امبارح على اساس اتحاد الكوره؟ انا جبت المهندس محمود طاهر امبارح الحقيقه على ملف اتحاد الكوره، وما ينفعش يكون معايا المهندس محمود طاهر ومخصوص على ملف النادي الاهلي. طيب حصل ايه في ملف اتحاد الكوره الاول؟ ناخدها واحده واحده. اتفضل. ملف اتحاد الكوره الموضوع كان قاطع وحاسم، يعني انا جرى اتصال بيني وبين المهندس محمود طاهر، هو كان متردد الحقيقه بشكل كبير جدا في الظهور، او متردد ان هو يكون موجود. لكن ابتدى اسمه خلاص يتداول بشكل كبير جدا، فهو كان عايز يقول للناس ان انا موضوع اتحاد الكوره لا فكرت فيه ولا في دماغي ولا هفكر فيه، ولا اصلا كنت سبب يعني تردد اسمي، او انا اللي رامي البالونه يعني. فده رد قاطع واضح جدا منه يعني. مفهومه كويس انك انت في هذا السياق سالته هذا السؤال وخدت. اذا هو مش ناوي ينزل اتحاد الكوره. مش ناوي، وعلى فكره قال لي جمله برضو قبل المكالمه واضحه جدا، قال لي انا قعدت على كرسي النادي الاهلي، فاي عمل عام موجود تاني من الصعب ان انا او من المستحيل ان انا اكون موجود فيه. طيب ده كلام جميل جدا، لان ده يقودنا للسؤال الثاني اللي انت سالته له بهذه المناسبه. بمناسبه انه شايف ان كرسي النادي الاهلي يجعله ما يقدرش يقعد على اي كرسي ثاني في العمل العام. انت سالته سؤال عن يعني رغبته في خوض الانتخابات المقبله. كيف رايت الاجابه؟ رأيت الإجابة بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة، يكن كل احترام للمجلس الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. في حالة وجود الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات القادمة، المهندس محمود طاهر مش هيكون موجود. في حالة عدم وجود الكابتن محمود الخطيب أو القائمة اللي موجودة أو الناس، وإن الباب يفتح إن يكون حد موجود، ربما إن هو يفتح. لا 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 استناني، مش فاهم. يعني هو دلوقتي الكابتن الخطيب ما هو موجود كرئيس نادي، ما هو طبيعي ان محدش هيترشح ضده هو موجود رئيس نادي. لكن انت هل فهمت من الاجابه انه لو كابتن الخطيب نزل الانتخابات الجايه المهندس محمود مش نازل؟ انا بقول لك انت حضرتك بتحب الاجابات الواضحه الصريحه. ايوه، ما هو انت ما اديتهانيش برضه. انا بدي حضرتك اجابات واضحه وصريحه اهو. قول لي. انا بقول لحضرتك المهندس محمود طاهر ما فكرش ان هو يخوض انتخابات النادي الاهلي القادمه، ولا كان في دماغه ولا تصور في دماغه. وتأكيدا للمعلومة الواضحة، في حالة وجود، أنا بقول لحضرتك أهو، في حالة وجود الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات القادمة لن يخوض المهندس محمود طاهر. أصل في الانتخابات يعني يعني لو الكابتن الخطيب شايف إنه هيخش الانتخابات القادمة، المهندس محمود طاهر مش هينزل قدامه. أيوه بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة. طيب ما دي إجابة محددة كويسة. أنا برد على حضرتك بسيستم. لا كابتن عادل، لأن في ناس، ما أنا بحب الإجابات دي، لأن في ناس عمالة برضو بتقول إنه ما قالش كده، ده قال لحد دلوقتي، ودي إجابة مش محددة. يا كابتن عدلي، ما فيش حد في الدنيا هيطلع في توقيت قبل الانتخابات بفترة يعني سنوي كويس، ويقول تصريح إن هو يشيب بمجلس إدارة النادي الأهلي، ويقول إن كابتن محمود الخطيب أسطورة، والتصريحات اللي قالها المهندس محمود طاهر دي. خلينا بس أنا وأنت محترفين.
دي مالهاش دعوه بالموضوع. ما انت كابتن بقول لك يعني ممكن شايف مثلا ان روزفلت في امريكا ده راجل اسطوره في الاداره بس انا مش طايقه، ده موضوع تاني. لا 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 ما الاسطوره والنبي ما تجاوبوني، ما تجاوبونيش في كلمه اسطوره. طب ما انا هجاوب ورمز. جاوبني انت وصلت معايا النقطه دي مهم. المهندس محمود طاهر لو نزل المحمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب الانتخابات القادمه هينافسه؟ لا مش هينافسه. لا مش هينافسه النهار، هو بس قال جمله عايزك توضحها لي، هي دي اللي مخلياني بسالك. بيقول حتى الان. ما هو حتى الان. حتى الان يعني ايه؟ يعني ممكن بكره جد جديد. ما هو ممكن بكره جد جديد. افرض حضرتك بكره جد جديد الكابتن محمود خطيب قال انا مش هاخد انتخابات. لا ما هو خلاص يبقى هو قالها، لو الكابتن خطيب ما نزلش انا هنزل. ودي وعلى فكره ولو كابتن خطيب نازل وعايز ينزل ده طبيعي، ازي حقوق. بس احنا مش عايزين الناس، لان ابتدت ناس واقلام تفسر الحوار بتاعك، لانك هو لو ما كانش الحوار مهم ما كانش الناس اتكلمت فيه، ما كانش وكناش اهتمينا قوي انك لازم انت اللي تقول انت اللي اذا حاجه بقت بستغربها ان الناس بقت بتترجم العربي يعني. ايوه عشان كده عايزينك والناس بتترجم العربي. بس حلوه بتترجم العربي دي. والله يعني الرد اللي نعمله يبقى مريح طبعا. انك تتكلم عربي ما تتكلمش بلجنة تاني. والله يعني حضرتك قلت انا رد واضح، ردينا رد واضح، الراجل امبارح قال كلام واضح جدا. على فكره كابتن عدلي خلينا ان حضرتك استاذ انتخابات وانا ليا من الخبره البسيطه في الانتخابات، احنا حضرتك الامور لازم تبقى واضحه. المجلس الحالي بتاع النادي الاهلي عامل نجاحات كويسه، كابتن محمود الخطيب ماشي بشكل جيد، هو الاقرب في الانتخابات الجايه، مش محتاجه يعني اقول لك بصراحه وقلم. مش انت عايز مني الصراحه وكويس، وانا عايزك تقول لي عشان انت اصل بص انت بتعجبني ربنا يخليك فندي شاي في غالب الاحوال يعني في غالب في حاجات ببقى مختلف معاك لانك انت يعني عندك المقومات انك تعمل. انت امبارح عملت حلقه اثارت الجدل، والجدل وكان على فكره كله كان جدل ايجابي، ما كانش في معظمه يعني، لكن التفاسير اختلفت. فانت النهارده بتفسر معايا هذا الكلام، وانت ضربت المثل اللي انا كنت عايزك تضربه من غير ما اساله. انا وحازم مش نازلين، دي اجابه حاسمه. قلت لي الكابتن محمود طاهر او المهندس محمود طاهر في حاله استمرار رغبه الكابتن خطيب في الترشح مش هينزل قدامه، هذه اجابه قاطعه. والكلام ده انما هي اللي لخبط شويه كلمه حتى الان. حتى الان بتفتح مجالات للايه؟ لتغيير حتى الان كابتن عادل. لان حضرتك في تصور، نفترض حضرتك النهارده يعني خلينا نتكلم حتى بلغه انتخابات، نفترض النهارده او نفكر بدماغ المهندس محمود طه. نفترض النهارده كابتن محمود الخطيب جه بعد مثلا فتره لا والله انا مش هنزل، خلاص الساحه فاضيه، هنا يبقى في متغيرات طبعا. ده متغير اصل ده، ما هو حتى لا يتناقض مع كلامه، مش محتاجه حتى الان. طالما الكابتن الخطيب هينزل انا خليه يكمل ماشي. وقال ان احنا، وهذا هو المهم، اهم ما قيل بالامس، ان احنا كادارات متعاقبه شفنا الكابتن صالح لم يوفق امام الفريق مرتجي لم ينوئه، ظل داعما. اتعكست الايه بعديها، الفريق مرتجي عمل نفس الشيء، ثم الكابتن صالح مع الكابتن الوحش نفس الشيء، الكابتن الوحش مع الكابتن صالح نفس الشيء، الكابتن حسن بعد كده نفس الشيء، مع المهندس محمود طاهر ولو انه هو مش شايف كده نفس الشيء. لا انا ما سمعتش ابدا ابدا خلال السنوات ان الكابتن حسن حمدي طلع قال كلمه، ولا كابتن خطيب قال كلمه، ولا كانوا متواجدين على الساحه. لكن كان في مشاكل، كان في مشاكل، دي مشاكل داخليه في المجلس نفسه، لان المجلس نفسه ما كملش مع بعضه. المهندس محمود طاهر النهارده بيقول لك انا نفس الشيء، انا طالما ان الكابتن في مجلس اداره ومجلس اداره بيؤدي عمله انا لازم اكون داعم له. هذه هي لغه النادي الاهلي، وده اللي انا بقوله للراي العام بقى، دي ملهاش دعوه بالافراد، هذا منهج وسياسه. انت دعمته امبارح ودي نقطه انا بحسبها لك يا كابتن سيف. والله يا كابتن عشان برضو اقول الحق بمنتهى الصراحه، انا امبارح ما دعمتش المهندس محمود طاهر. انت دعمت المنطق ده. المهندس محمود طاهر امبارح دعم مبدا النادي الاهلي، مش انا اللي دعمته.
يعني ما انا بقول لك في الجزئيه دي اه بتمضوا بروتوكول ان انتوا بتيجوا ورا بعض وتيجوا بنفس السياسه. قال لي هذا هو دستور النادي الاهلي، يعني من شروط. بس هو له تحفظات كده، هي دي اللي خلتني اسالك. وقال لك ولو اني ما وجدتش ده، لا ما اظنش انه اعتقد ان على المستوى المسؤولين يعني. اقول لحضرتك تصريح برضو مهم، المهندس محمود طاهر كان حديث بيني وبينه، وبرضه عشان ايه ابقى انا قلت لحضرتك كل حاجه، طالما حضرتك ايه عايز انفرادات وعايز شغل عالي. عايز شغل عالي بقى، انا بسخنك ليه؟ انا ما انا هقول لك، انا جاي مع حضرتك ما تقلقش. انا المهندس محمود طاهر وانا بتكلم معاه كان بيتكلم في جزئيه ورفض تماما الحديث عنها، وهو ملف مؤمن زكريا. ملف مؤمن زكريا هو اتكلم عليه في حته ان التصريحات اللي طلعت ان مؤمن كان في وعد ان المهندس محمود طاهر وهو موجود ان هو ده كان الاستاذ ابراهيم عايز يسالك في الحته دي. انا هقول لحضرتك كان عايز يديله مبلغ وان هو ما يعني ما خدوش، فهي دي القصه اللي اثارت موضوع مؤمن. فهو كان من وجهه نظره او من الكلام اللي حصل، ودخل بعد كده الاستاذ عماد وحيد رد على الموضوع ورد على القصه، فهو كان وجهه نظره ان انا كنت لازم اسال في القصه دي، لان انا القصه دي حتى هو امبارح خليه تصريح مهم جدا، قال انا ما مشيتش بالنادي الاهلي وكان في لعيب بي. لا استناني بس، طب وليه ما سالتوش في الحته دي يا استاذ؟ كان لازم تساله فعلا. ما رضاش. مش يقول لك كان لازم اسال؟ انا بقول لحضرتك ما رضاش، لا كان لازم اسال من اداره الاهلي، يعني اداره الاهلي كلمة محمود مش انا اساله على الهواء. يعني قال لي انا لا يمكن اجيب على حاجه تخص مجلس الاداره او تخص قصه كده في قناه ولا فا ولا اي حاجه، انا في مشكله كانت مع منى او حاجه كنت بس انا لازم حد ان هو يسال، ادي كان الحديث معاه. ده اللي حضرتك بتساله على حته ان هو قال يعني انا ما كانش كان الحته دي مضايقاه او بصر. كان عايز يعني كان عايز الاستفسار يجي له من اداره النادي بشكل رسمي اذا كان مؤمن قال كده. طب هو جاوب ما جاوبكش على الحته دي؟ فندم؟ ما جاوبكش ان انا ما سالتوش. لا هو انت لا ما حدش قال ان هو، اصل احنا مش بنناقش هو ساب فلوس ولا ساب ديون. انت احنا بنتكلم دلوقتي مؤمن له شكوى او شايف ان اتوعد وما خدش، هو دي النقطه. انا فاكر عندك انت اجابه. طب سيبك بقى من دي يعني، لان هو اجابه انا هو اجابته معايا كانت واضحه، يعني اجابته معايا حتى امبارح انه ما وعدش مؤمن بحاجه، ان هو اي وعد او اي مستحقات قبل ما يمشي كانت مدفوعه. إذن يعني اي لاعب له كان حاجه خدها. ايوه طبعا طبعا طبعا. بس خلي بالك الفرق بين الوعد الوعد بما هو غير متعاقد عليه، يعني ده المتعاقد عليه طبعا النادي الاهلي بيدفع كل المستحقات المكتوبه. الوعود دي بقى بتبقى حاجه شخصيه بين الشخص. المهندس محمود طاهر واضح انه ما يعني بيقول لا انا ما كل اللي وعدت بيه اوفيت بيه وسايب الفلوس اللي تغطي الالتزامات اللي انا كنت ملتزم. مش هي كده انا قلتها صح كده؟ ايوه كده صح كده صح. طيب الباقي بقى شويه حاجات يعني مش عايز اتوقف قدامها كتير، لان كلها كانت الاجابه بتبقى حلوه قوي، وبعدين فيها حته تحفظ صغير كده في الاخر بتخلي الناس تسال. فاحنا يعني انا خدت منك بجد يعني اشكرك، لان ما توقعتش انك انت كمان هتخش بالسرعه دي معايا وتثري لي هذه الفقره. ها؟ لا طبعا لا. وبعدين يا كابتن عادل وبعدين خد من اللي اتخصم مني بقى. لا وبعدين انا قدمت السبت اهو عشان بعد نص ساعه لما اكلم حضراتكم. لا ما تكلمناش انت، تكلم المسؤولين عننا. احنا المسؤولين عننا، هم اللي بيقولوا. انت بتقول لي قال لي وبعد كده يخصم مني. لا يا فندم المره دي انا هحلها ما تقلقش. طيب ماشي شكرا. انا يسعدني اي وقت الاقي حد بيتحاور وعنده استعداد يسمع. صحيح. ودماغه مفتوحه، احنا عايزين نوصل للناس الحقيقه. صحيح. والحقيقه مش هتيجي الا بالطريقه دي. اقول لحضرتك سر كبير جدا. والله العظيم والله العظيم اسعد حاجه كانت عندي امبارح في اللقاء ان انا خرجت باللقاء شهاده المهندس محمود بالكابتن محمود الخطيب، وان اللقاء راح في الحته دي بالتصريح ده، هو اكثر حاجه اسعدتني بشكل كبير. اكثر حاجه تسعدنا ان البيت الواحد اسرته تبقى مهما بدا ان هناك خلاف انها لا متماسكه وداعمه بعضها. مفيش خلافات يا كابتن عادل. لا بيحصل ساعه الانتخابات بيبقى فيه في تعارض مصالح. بس يعني بس دلوقتي انما ما بيبقاش على المستوى الشخصي. انت ما تعرفش انا رايي
في حتى لو بدا ان انا كنت يعني متصدي في الانتخابات لجانب ضد جانب، لكن هذا لا يعكس علاقتي بكل الاطراف. انا كنت بتعشى كل يوم مع الله يرحمه الاستاذ كمال الحافظ، وكنت بحب قعدته هو، ما يمشيش الا لما انت رايح فين يا وادي عادل النهارده. ورغم كده في انتخابات بقول لك كمال بيه انا مع الكابتن صالح، خلصت، ما بتزعلش حد من حد. دي الكابتن محمود الخطيب أسطورة وشخصية محترمة جدا وعامل نجاحات كبيرة. المهندس محمود طاهر شخصية محترمة جدا وعامل نجاحات، وكلهم في النهاية رموز من رموز النادي الأهلي. طبعا ولازم يوقروا بهذه الصفة، ولازم كلنا اللي يجي ناحية حد منهم لا ما نسيبوش. صح. شكرا يا كابتن سيف. شكرا يا فندم، تحت شاكرين شاكرين جدا. في حاجة كنت عايز تسألها يا أستاذ إبراهيم؟ لا شكرا جزيلا. أصل أنا حسيت إن كلت المكالمة. لا لا شكرا طيب. للكابتن سيف زاهر. شاكرين. الإعلام المتميز الحقيقة اللي عامل نجاحات هائلة جدا الفترة اللي فاتت سواء هو أو الكابتن أحمد شوبير، وبنتمنى لهم كل التوفيق. كنا وقفنا عند منطقة العودة. العودة المأمول عشان الناس تقدر تفي بالتزاماتها. وخلينا نبصش بقى من منظور الدائر بتاع المصالح يعني. لأن المصلحة العامة إلغاء النشاط السنة، يعني حتى اللي بيقول لك إلغي النشاط السنة دي هيتكبد خسائر هو مش قدها. فأنت أحسن حل ان النشاط يرجع او ممكن يرجع. يرجع باذن الله هيرجع، لان هي المساله انت بترحل مواعيد. السنه الجايه ممكن يترحل معاد بدايتها. ربنا ادانا هديه على حسابها نقدر نحل كل المشاكل، الغاء الدوره الاولمبيه او تاجيل الدوره الاولمبيه. تاجيل الدوره وكمان تاجيل التصفيات الافريقيه. والتصفيات اذا يعني انت فضيت. عندك كل المساحه اللي كانت هيحصل فيها توقفات تقدر تشغلها لانهاء الموسم بشكل جيد. ده في ناس سيبك ان بلجيكا يعني حسمت الدوري وقالت المتصدر ياخده. بلجيكا كان عندها ظرف معين انه بقى اسبوع او اسبوعين كان فاضل حاجه وبروج الاول، فخلاص هو البطل. بس ما كانش محسومه قوي كده يعني، لو الاسبوعين كملوا ما كان يعني هي الحسبه برضو، لكن هم شافوها كده خلاص. بس انا عايز اقول لك على حاجه. حتى بلجيكا جالها لوم من الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي لكره القدم، وجه لوم للاتحاد البلجيكي وقال له الالقاب والبطولات تحسم في ارض الملعب مش بالقرارات. رافض تماما كاتحاد اوروبي فكره انك انت تلغي وتدي البطوله، قال له لا، الالغاء ما يتمش يكون. اقفوا لغايه ابعد مدى، لكن لابد من العوده ولابد من حسم البطولات في الملعب. يعني وهدد هدد الاتحادات الاعضاء انه في حال تكرار اي ده قد يحرم اي اتحاد وطني من اشراك فرقه في بطولات الانديه. هو بص يا استاذ ابراهيم، يعني ليفربول كان فاضل له ماتشين. خسر واحد منه. لو كان كسبه كان بقى فاضل له مكسب واحد. فالدوري الانجليزي ممكن يرجع اسبوع او اسبوعين. لو ليفربول حسم الدوري يبقى عايز يلغي لان خلاص اتحسم. بس عنده هبوط. عنده هبوط. ترتيب مراكز. ده اللي انا عايز اقوله. وعنده ترتيب هو مراكز. هو ايه المصالح احنا شايفينها فوق؟ ده مشاكل تحت اخطر. لان يعني فيها تاريخ بقى وفيها نقله تسويقيه بعيده قوي. فانا ارجو ان عشان كده بقول لك لازم الدوري باذن الله يكمل، وباذن الله هيكمل. تعرف بقى الطرح الكويس دلوقتي، بس هو الفكره بقى خلال فتره التوقف انت مع تخفيض النفقات والاجور ولا مع استمرارها؟ لابد انه يتم تخفيضها. طيب. ولابد انه يتم التخفيض بقرار، يعني لا تترك لكل نادي، ده نادي يخصم 20% وده نادي يجبر لعيبته على 40% وده نادي ما يخصمش خالص. فاللعيبه الثانيه هيجي يقول لك اللعيبه بالذات في النادي الاهلي الا اللي معاهم شروط ثانيه هقول لك ما احنا عندنا 25% مقابل المشاركه هتتخصم، دي اوتوماتيك على الكل. ما فيش مشاركه، لكن تبقى لان في خلي بالك انت هل انت هتدفع على انت بتدفع ضرائب. كل الناس بتدفع ضرائب على مبالغ مش دخلالك دلوقتي. فالقصه معقده. يرجع للنشاط باذن الله. لا كمان ممكن تلاقي الاتحاد الدولي عمل حاجه في العقود، لانه ده اتجاه انه يمدد العقود بقرار يقدر كل عقود اللاعبين المحترفين. ده اتجاه ولا دي ولا ده دي اتجاه ولا اقتراح؟ لا اتجاه مطروح انك انت الفتره دي تضاف الى العقد. بالظبط، انك انت حصل توقف، لو طول لو التوقف طال شويه على فكره انت بتتكلم ده عدل برضه. ما انا دفعت مبالغ عشان الفتره اللي انا مش قادر العب فيها نشاط. هي مسائل هتحل باذن الله من خلال لوائح والمبادرات تسهلها.
إذا من الناحية الفنية ما ينفعش نستسهل فكرة الإلغاء، ما ينفعش، وما ينفعش برضو الناس تفضل تدفع في الاتجاه ومش واخدة بالها لو حصل الإلغاء حجم الكلفة هتبقى قد إيه. حسبته إيه؟ فنيا وماديا. فنيا هقولك على حاجة، اتفرج عندنا حتى في دوري القسم الثاني، شوفوا الجوابات اللي راحت لاتحاد الكرة في 25 مارس الماضي، فرق في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، مقترحات وطلبات بتصعيد أول أوائل المجموعات إلى الدرجة الأعلى. كل واحد عايز حقه. تلاقي مثلا في المجموعة الأولى الدوري لغاية لما وقف بني سويف كان لعب 17 ماتش عنده 35 نقطة، بس كمان البنك الأهلي متساوي معاه 35 نقطة، وبعديهم الألومنيوم 32، ثم الشبان مسلمين هنا 31، يعني كله بنفس العدد من الماتشات؟ كله ب 17 مباراة. تلاقي المجموعة الثانية سيراميكا عنده 32 نقطة من 17 مباراة، عدد المباريات كلها متساوي. الداخلية عنده 31، بتروجيت عنده 29، يعني الثلاث فرق عندها فرص وانت بتتكلم في 17 مباراة. ألعاب دمنهور عنده 33، المحلة عندها 32 وفاركو 32، الثلاثة قريبين جدا من بعض أو متساويين برضو بعد 17 أسبوع في المجموعة الثالثة. يعني الكل بعت، ناس بعتت جوابات عايزة تكتفي بالتصعيد لغاية كده. طب واللي هيهبط يقول لك إلغي. أنت ما بين حالتين، رغبات متضاربة، الأول عايز يصعد والأخير مش عايز يهبط. ودي الجوابات اللي كانت اتبعتت من الأندية لاتحاد الكورة. أنت كاتحاد تعمل إيه؟ عشان كده بقول لكم فكرة الإلغاء. أنا كاتحاد أعمل إيه؟ استنى أشوف الاتحاد الدولي هيعمل إيه. يعني أنت في يوم من الأيام وأنا بقول هذا الكلام قلت لي أصل الاتحاد الدولي هيقول لك شأن داخلي. لا، أصل ده ما بقاش شأن داخلي. بدليل إنك أهو أول ما بلجيكا اتصرفت لوحدها بعت لهم الاتحاد الأوروبي. في النهاية. في النهاية الاتحاد النوعي. أيوه. اللي هو هتحكمه فكرة الاتحاد العام المدر، يعني هو 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 الاتحاد الأوروبي ده مش كلمته نافدة على ناسه؟ أيوه. طيب ما هو برضه لو هو عمل حاجة تتعارض مع تعليمات الاتحاد الدولي مش هيقدر ينفذها. أيوه. إذن هي قضية تشمل الكون، هذا الكوكب يحكم الكورونا الآن بتداعياته. فمحدش هيقدر يعمل حاجة لوحده. هنلاقي في تقارير كتيرة اتكلمت على ان الدوري الالماني هيستأنف نشاطه. احنا قلنا بايرن ميونخ اول فريق رجع يلعب، رجع يتمرن ويتمرن بوحدات محدودة شوية، ثلاث لعيبة مع بعض، دي صور منها. يعني الاقي الدوري الالماني الاتحاد قال لك هيستأنفه في الاسبوع الاول او الثاني من مايو، يعني هو بدأ يحدد معالم طريق. انا مش هفضل واقف فور ايفر او بشكل غامض جدا مانيش عارف لامتى، لا، قال لك الاسبوع الاول او الثاني من مايو، ويبدا يمهد لده ويبدا ياخد الاجراءات الاحترازيه ويبدا يتكلم على الشكل العوده. في اطروحات كتيره انه هيبقى بدون جمهور. وانا عايز كلمه جمهور دي انا عايز اقف قدامها. اصل خلي بالك الجمهور هو مربط الفرس اللي هيحدد هذا الكلام. ازاي؟ هتقول لي ايه علاقه الجمهور؟ الجمهور اللي هو الشعب دي النهارده. كل البلاد اللي بتحط تقييمات بتحط على اساس انها بتحكم شعوب ملتزمه. يعني بقول للناس اقعدوا في بيوتكم، بيقعدوا في بيوتكم. الناس يعملوا كذا، اقفوا في طوابير بين كل واحد والتاني مش اقل من متر، بيعملوا كده. انا شفت على فكره طوابير في 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 في, في بعض المحافظات الناس معلمه بالتباشير من نفسها. وبتوقف نفسها في طوابير العيش. الوعي ممكن يستمر على هذا النحو يبقى مفيد جدا. اذا التزم الشعب المصري بما يسمح بالسيطره على تفشي المرض كل شيء هيرجع طبيعي. طيب ونلاقي الدوري الاسباني بكل بقى اللي هو اصعب القيم التسويقيه اللي فيه اللي هي في بؤره الحدث دلوقتي. اسبانيا بدات تتكلم، صحيفه اس قالت الاتحاد الاسباني بيدرس انه في 18 مايو يوم 18/5 هيعلن عوده هيعلن الترتيبات اللي هيرجع بيها الدوري امتى؟ في 5 يونيو 5/6 عوده الدوري الاسباني. بس قالوا كمان على 18 مايو هتعلن تفاصيل العوده وشكلها.
الناس ما بتهرجش، الناس عارفه انه الالغاء مميت جدا قاتل على المستوى الفني. ليه؟ انت هتلغي كأن لم يكن. طيب مين اللي هيعوض الخسائر الماديه الكبيره؟ ما حدش بيتكلم. مين هيواجه الاضرار الفنيه؟ لانه هناك ناس ما بتهرجش، مش هيوصلوا لمرحله نعمل الدوري دون مجموعتين ونراضي الفرق اللي من تحت تطلع ونكملها بعد كده 25 ولا 26 فريق ونقسمهم مجموعتين، الكلام ده ما بيحصلش في الدوريات الكبيره الجاده. فبالتالي بيدور على ازاي يقدر يتفادى كل هذه الخسائر بالعوده. وزي ما انت بتقول الغاء الدوره او تاجيل الدوره الاولمبيه فضل اجنده. احنا عندنا كمان في افريقيا الكاف اجل التصفيات بتاعه الامم الافريقيه، فالدنيا فاضيه جدا. بقى في طرح دلوقتي موجود، واحنا لما نرجع نقدر نلحم الموسمين. الموسم الجديد انت ما انتش محتاج فتره توقف طويله، كفايه قوي الناس ريحت جامد، العب كمل الدوري بتاعك وبعدها بمده زمنيه فاصله مثلا 10 ايام ولا حاجه اجازه اسبوع سنة. ولا بتاع وادخل في الدوري الجديد وساعتها خاصة ان انت دلوقتي انت يعني بعد الراحه دي انت شبه هتعمل فتره اعداد جديده. بالظبط والله كل الحلول. بص يا استاذ ابراهيم، اللي عايز يحل للصالح العام هيجد الحلول. طيب الالمان بداوا يتمرنوا بوحدات محدوده وبدا يتكلموا على ميعاد العوده، الاسبان نفس الحكايه، ايطاليا يا جماعه ايطاليا البؤره المنفجره كورونيا بتتكلم على الدوري يعود في 10 مايو 20 مايو 25. انباء عن بدايه عوده الدوري الايطالي بالظروف او بالشكل اللي هم ممكن يحددوه، انما الناس مش رايحه لسكه الالغاء اللي للاسف اخواننا هنا عمالين يدفعوا فيها بشكل غريب جدا كما لو كانت المساله سهله. لا هي شوف المصالح الضيقه قوي احيانا بتخليك تقول كلام يعني رغبات يعني مميته قوي. ما هو ده دي بتخش في ايه؟ انا مش قلت لك قبل كده اتنين فكهنيه جنب بعض ده شغال زي النار وده مش شغال خالص. ايوه مين اللي هيفرح بكورونا دلوقتي؟ اللي مش شغال. اللي مش شغال لانه هو دلوقتي هو مش عايز الخير لنفسه، اللي هو عليا وعلى غيري هو بس اللي جنبي ده ما يكسبش. ايوه عشان زهقت منه واخد بالك. فانت طبعا باذن الله لا يحكم المصالح العامه الا ناس على قدر الحفاظ على هذه المصالح العامه. والانديه الانجليزيه بترفض او بتدعم استكمال الدوري الانجليزي، ليفربول يرحب بالتزام الرابطه بانهاء الموسم عندما يكون ذلك امنا. يعني ليفربول نفس الطرح، والله احنا عايزين الدوري يرجع، توقيت عودته شكل عودته دي بتاعتكم انتوا، الشكل او الوقت اللي انتوا تشوفوا ده امن ومناسب اهلا بيه. مفهومه. والحديث عن هنخسر 50 مليون استرليني حال الغدا بالنسبه لليفربول. افكار اتحاد الكوره للعوده، الزميل العزيز سيف زاهر اللي كان معانا على الهاتف منذ قليل كان هو الكابتن حازم امام والكابتن محمد زيدان بيتكلموا في اون تايم سبورت عن ظروف العوده. خبر دلوقتي عشان انا عارف ان الخبر ده هيعمل قصه والناس هتقول لك ايوه انت كلمت مش عارف مين ومين في اللجنه الخماسيه تاني وتالت ورابع. كل الاحترام لكل افراد اللجنه الخماسيه، الناس بتادي بشكل اكثر من رائع. من وجهه نظري الشخصيه توقع، والله توقع هو طموحات وامل، ولكن من وجهه نظري الشخصيه ان شاء الله باذن الله الدوري هذا العام هيكتمل. طبعا وجهه نظري يعني رؤيتي هو ممكن يكتمل في حاله واحده، ان انت الفتره دي كلها هتاخدها توقف دوري كانهم اللعيبه خدت اجازتهم خلاص، وهيبتدي ان شاء الله لو الدنيا بقت كويسه مثلا في سبعه تلحم الاثنين ورا بعض تجيب اولمبياد كمان. مفيش اولمبياد خلاص على فكره، ممكن يحصل على فكره برضه في انجلترا وفي اسبانيا، لان الاولمبياد خلاص اتاجلت للسنه اللي بعديها وكاس الامم الاوروبيه، فانت ما عندكش حاجه مشكله، فممكن دي تتحسب كاجازه اللي هي بين الموسمين، ويعملوا الدوري مثلا في سيف في سبعه في ثمانيه وقت ما الازمه تخلص ان شاء الله على خير، ويلحم الدوري في الثاني على طول، ما يبقى الاثنين في بعض يعني. صح. دي فكره وناس بتتناقش فيها ان كان حتى بره او هنا يعني. رايك يا زيزو؟
طبعا هو لو ده اللي هيحصل اكيد هيعملوا كده يعني. ما فيش اوبشن تاني غير ده يعني. ما ينفعش ان انت يعني بعد ما الدنيا تمشي تاني تقوم مكمل دوري بعد كده موقف شهر تاني بعد كده تبدا الموسم اللي بعده متاخر، فانت كده خبطت الدنيا كلها. فانا شايف ان هم لو وقفوا دلوقتي ورجعوا كملوا الموسم هيربطوا بقى الموسم ده بالموسم التاني على طول، يكملوا ورا بعض على طول. واللعيبه طبعا بقى يعني هتستوعب الوضع ان ما فيش بقى لعيبه مش هتطالب بقى باجازاتهم وسفر ومش سفر يعني. ده هيبقى وضع بقى الموسم دون. والسنين طبعا انا اعتقد ان هي على الناس كلها، ما فيش حد اصلا هيفكر في اجازات وسفر السنه دي خالص يعني. انا عايز اقول لكم ان في دلوقتي تصور، كان في جلسات داخل اللجنه الخماسيه قضى عده تصورات يعني بالبلدي كده، كذا سيناريو، كذا تصور. فيهم تصور هنلعب على ملعبين، هنعمل زي دوره مجمعه في الاخر عشان نطلع بطل الدوري، المهم هنكمل بطريقه ما، هنعسكر اللعيبه هيعسكروا في حته، هتبقى فيه اجراءات معينه والدوري هيكمل هو كده كده من غير جمهور. حاطين سيناريو 2-3. انا بقول لكم ده طبعا في حاله ان شاء الله باذن الله انتهاء هذه الازمه وان الامور تعدي على خير، ولكن الناس بتنور اكتر من لمبه يعني. الناس في النهايه ما بتقفلش. تسالوني انا انت توقعك او رايك ايه، اقول لكم ان شاء الله باذن الله تعدي الازمه دي، ان شاء الله باذن الله الدوري هيكمل. ان شاء الله الدوري هيكمل، ان شاء الله الدوري يكمل ومصر تكون في احسن حال والحياه الطبيعيه ترجع ان شاء الله. بعد الفاصل حمار جحا وحسن طرواده، كلام مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. حمار جحا وحسام طرواده. حمار جحا كلكم عارفين وعارفين القصه الشعبيه الشهيره جدا لما حيره جحا راكب هو وابنه على الحمار، فات على ناس قال لك الله بصوا الراجل اللي قلبه قاسي قوي مش عايز يرحم الحمار، هو وابنه راكبين على الحمار. قال له يا ابني تصدق معاهم حق فعلا. راح نازل جحا وساب ابنه يمشي على الحمار، يركب على الحمار. فات على ناس قالوا الله، اما ولد قليل ادب صحيح، الواد ما عندوش رحمه، الواد راكب وابوه هو اللي ماشي. الواد قال له يابا الناس معاها حق. نزل الولد ركب جحا مشي شويه قال لك اما اب ما عندوش رحمه بابنه، هو راكب وسايب ابنه ماشي. قال له تصدق. راح نازل الراجل جحا وابنه وخلوا الحمار ماشي فاضي، قال لك بص المجنون هو وابنه ماشيين وسايبين الحمار فاضي. تفتكر عمل ايه جحا في الاخر؟ جننوا جحا، قام شايل الحمار وماشي. هو ناقص ان الناس يشيلوا الحمار. بالظبط. انتوا الايام ديت في بعض البرامج الموجهه وبعض الفيديوهات اللي متسخنه جحا وحماره. جحا وحماره والنادي الاهلي. شايف الموضوع ازاي؟ شايفه انها مش ممكن تكون صدفه ان فجاه خلال شهرين احنا تعودنا على الهجوم والافتراءات والكلام ده. لكن فجأة خلال الشهرين اللي فاتوا دول برامج اتوجدت و و و و و و و يعني حلقات تجرى مع الناس ابناء الاهلي تحديدا لمناقشة علاقتهم بالنادي الاهلي وبناءوا الناس اللي هم يتصوروا انه بينهم وبين الاهلي مشكلة. فجأة بقوا معنيين قوي قوي باستضافة كل حد يتوهمه أو يتصوره إنه بينه وبين النادي الأهلي مشكلة عشان يحكي لهم إزاي اتظلم في الأهلي. لدرجة في ناس بيفتكروها بعد سنين ما طلعتش خالص في الإعلام. دلوقتي يا أستاذ إبراهيم كل واحد يملك حاجة يقدر يعمل منها فلوس كتير جدا. بس هو وضميره بقى. ضميره بتسألني على الصعب انت. لا ما كل الناس عندها. انا وانت وناس كتير احنا بنشتغل هنا، لكن في ناس في الشارع ممكن تكسب فلوس برضو. بس من ايه بقى؟ عبر عن كراهيتك للنادي الاهلي وجرح واذيه باقصى تستطيع ان تؤلم بيها النادي الاهلي. ما تستطيع دي ليها ثمن. شايفها طبعا انت ولا مش شايفها؟ طبعا. فهناك مباراه في التباري في كراهية. ده في راجل، ده في واحد طالع بيحمل النادي الاهلي مسؤوليه الاساءه للوطن الاسلامي والوطن العربي
النادي الاهلي. واخد بالك؟ وعنده حاجه يقولها في هذا السياق. ويطلع واحد تاني يحكي لك قصص ويسترشد بناس مش موجوده. ما تقدرش ترد عليه. احنا لما كنا بنقول هنرد، كنا بنقول هنرد على الاجزاء، على المكتوب وليس الكاتب. النهارده الكاتب مش عارف تفصله عن المكتوب خالص. لانه ما بيبقاش يتقال في سياق حسن النوايا او العداله او تواخي الحقيقه. بقى توجه ومنهج. اعجبني قوي فكره حمار جوحه وحسام طرواده اخطر منها. حسام طرواده يا جماعه الفكره الاسطوريه، ازاي الاغريق وهم في الاساطير وهم محاصرين طرواده لفتره طويله جدا وعايزين يغزوها، قاموا عاملين حصان من خشب عملاق وصف بانه من اكبر الاحصنه يمكن في التاريخ، وحاشوه بالجنود بتوعهم وقدموه هديه. واخد بالك؟ لما يتسلل الحصان ويدخل وهو حصان خشب تخرج الجنود. ما تقدرش ترفض حاجه محطوطه على بابك بالمنظر ده. ما شفتهاش قبل كده. فالجزء البشري اللي عندك يعمل ايه بقى؟ البشري. في حته طمع كده. وحته فضول. ايوه. تقوم تجر الحصان لجوه. ايوه. وانت في لحظه النشوه والسهر والكده في الفجر ينزل الجنود من حصان طرواده عشان من الحصان يستولوا على القلعه ويبيدوا ويفتحوا لجنودهم يدخلوا البلد. هذا فعلا تعبير دقيق جدا. الناس التي تختبئ في عباءة انها تنتمي الى النادي الاهلي او انها بتسعى الى الصراحة والحقيقة والناس بتحقق اغراضها عن طريق حصان طرواده ده. طيب خلينا الاول في حمار جحا، هو ايه القضية المثارة؟ والقضية المثارة لجمهور الاهلي، لانه لو الناس فاهمة ان احنا هنا في ملك وكتابة نقدر نبتزل ونقدر نهبط بالمستوى ونقدر نعلي صوتنا ونقدر نزعق ونقدر نهاجم ونقدر نجرح، سهلة جدا، سهلة جدا جدا. وعلى فكرة ده صنف من صنوف الاعلام الاسهل والاعلام البدائي شوية قبل الممارسة الجادة، لكن الصعب جدا ان يبقى فيه انضباط، يبقى فيه احترام، يبقى فيه رسالة، يبقى فيه مراعاة للمتلقي، وانك تظل حتى وانت شايف اللي قدامك مش موضوع تتعامل معاه بموضوعيه. ودي قيم مهنيه اساسيه ما لناش دعوه باي حد، لا يفهمها لا يدرسها لا يعيها لا يدركها، مارسها كده وخلاص دي بتاعته، لكن دي ضوابط الرساله الاعلاميه الجاده. اي حد تاني يقول حاجه يشتغل اي حاجه، فمن هنا مش هيحصل ابدا ان احنا نهبط باي مستوى، ومش هيحصل خالص ان احنا ننتهك اصول الممارسه المهنيه المنضبط. لكن الصعب اللي في ناس كتيره ما تقدرش تأديه المناقشه المنطقيه اللي احنا بننحاز فيها دايما وابدا للمتلقي. احنا بنقول منطق، بنقول معلومات، بنقول حقائق، وبندعو لتفكير معانا والناس تفكر، ما ياخدناش كده. خلينا الاول في مكونات مشهد جحا والحمار. جحا والحمار القصه الاهلي والكبار. الاول لجنة التخطيط في النادي الأهلي، لجنة فيها من الأعضاء أصحاب القدرات الفنية الكروية اللي ما ينفعش أنا شخصيا أتكلم حتى بالتقييم لأي حد فيهم. لما أقول الكابتن محسن صالح، كابتن محسن صالح مش بس واحد من أمهر لاعبي جيله، لا ده كمان اشتغل مع هيدي كوتي مساعد وقت ما كل نجوم السبعينات كانوا لعيبة وكانوا ملء السمع والبصر، كان المساعد مع هيدي كوتي محسن صالح يا باشمهندس. ده أول ما بطل، ده أول مرة، أول حد استنى سنة إن اللاعب مبطل يشتغل على طول. كان هيدي كوتي ومحسن صالح. أيوه. السنة اللي بطل فيها خده. أيوه. هو بعديها بسنة أو أقل من سنة. أيوه. بالإضافة إن مشواره الفني، هو راجل حقق الدوري مع النادي اسماعيل وعمل له فتره ذهبيه، صاحب تجربه ناصعه وطلع عدد كبير جدا من الناشئين بقوا اعمده للمنتخب القومي وفرقهم اللي انتقلوا اليها بعد كده. راجل مر منتخب مصر يا اخي. ايوه. وبعدين لما اشتغل في الاول اشتغل مع كرول، وبعد اشتغل لوحده. أيوة. يعني اذا هو راجل مارس
الإدارة، مارس التدريب، مارس اللعب. عارف كابتن محسن صالح مارس الإعلام بدري قوي، والإعلام واحد من الصحفيين الشطار جدا أصحاب القلم المميز في آخر ساعة. ايوه طبعا انا فاكر. لا هو عنده ومارس التحليل وعنده خفه من خلال عنده سمات شخصيه، خفه دم وسرعه بديهه ويفهم. على فكره قلمه ده اللي رجعه الصحه تاني لمصر. الناس بقت من كتر الكلام الحلو اللي كان بيكتبه والطريقه اللي الفريده اللي كان بيحلل بيها كمان في لا على تويتر بالذات، الناس بقت تقول على فين محسن، فين محسن. بقى مطلب جماهيري ان يشوفوا محسن صالح في النادي الاهلي. فلما عمل حتى المقابلة مع كابتن إسلام الشاطر بسرعة دخل قلوب الناس وكسب احترامه. كسب احترامه هو ده. أيوة إزاي أنا أنام من هذا الاحترام ليه؟ أنا حللت، أنا في مكان مسؤولية باخد قراراتي ومعايا مين بقى؟ زكريا. شوف بقى كابتن زكريا ناصف بقيمته كواحد من مهاجمي النادي الأهلي ومنتخب مصر في فترة ذهبية جدا. شوفوا فكره، فكره حتى على المستوى التسويقي، على المستوى التحليلي، على المستوى الإعلامي، على المستوى الفني. شوفوا كابتن خالد بيبو بحسه، بعلاقته بالنادي الأهلي، بحبه للنادي الأهلي، بتضحياته للنادي الأهلي. انت بقدراته الإعلامية، بقدراته الإدارية دلوقتي في مديرا للأكاديمية. للأكاديمية وراجل محترم. يعني عمره ما سأل أحد. محترم. عمره ما سأل أحد. هو ده الرابط بين هذه اللجنة. ناس محترمين، فمش هينفع عمرهم ما شفتهم اساءوا لحد يعني. ممكن ما تتفقش مع توجهاتهم، وجهات نظر، انما ايه الداعي انك تهينهم؟ يعني حاجه طيب. غريبه. دي لجنه ليها كل الاحترام، ليها كل التقدير والتبجيل، ليها كل الاشاده والتثمين لدورهم. هم بيشتغلوا ازاي؟ اللجنه عندها رؤيه في التخطيط لكرة القدم مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على نشاط الكرة، بيحطوا خططهم، بياخدوا من المدير الفني احتياجاته ورغباته ووجهات نظره، وبناء عليها بيشتغلوا سواء فيما يخص الفريق الأول أو ما يخص. ده حاجة مش جديدة، ده طول عمر النادي الأهلي كده، دي سياسة العمل الثابتة جدا والوضع الدائم. يتقال، ما أنا بقول لكم، هي واحدة واحدة شخصيات اللجنة فوق راس كل أهلاوي أكيد، احترام ما بعد احترام. يتقال ليه النادي الأهلي سرب تفاصيل الجلسة مع أحمد فتحي لأجل أن يحدث هجوم على النادي الأهلي، وليه النادي الأهلي بيهاجم أحمد فتحي، وأحمد فتحي عمل، وفجأة تلاقوا في قصة خيالية. قصة خيالية لو الناس سكتت شوية كده، أنتوا بتقولوا إيه؟ الزعيق ده ليه؟ بس هو النادي سرب؟ ما انا عايز اقول لك على حاجه. هو ايه فكره حشو حصان طرواده؟ هي الناس مش متابعه، يعني لو اي حد طالع يكلم الناس فاهم ان الناس كلها ما سمعتش وكيل الكابتن احمد شوقي، الكابتن نادر شوقي، الكابتن احمد فتحي. كابتن نادر شوقي تقريبا ما في موقع او برنامج او جورنان الراجل ما اتكلمش فيه بدل المره اثنين وثلاثه طوال فترة المفاوضات بالتفاصيل الكاملة عن العرض وما تم عرضه وما تم رفضه وما تم قبوله وازاي حتى حصل الانفصال. ده لدرجة لما حب يعني يناوش معايا. قال للمواسع عادل القيم ما عندوش تفاصيل المفاوضات. قلت له انا في قلت له انا ما عنديش تفاصيل بالظبط، لان في لجنة. لما اكون انا ما عنديش التفاصيل ده معنى كده ان اللجنة بيحكم أكبر قدر من السرية، أنا بيحكمني أكبر قدر من عدم التطفل على عملهم، مش عايز أعرف. إذن يبقى من الجهل والغرض والمرض إن أنت تسمع نادر شوقي في كل البرامج وكل القنوات وعلى كل المواقع بيتكلم بتفاصيل كاملة، من الجهل والغرض والمرض إن النادي الأهلي هو اللي سرب علشان يسيء لأحمد فتحي. طب النادي الاهلي ايه موقفه من احمد فتحي تحديدا؟ عشان تبقى حاسمه شويه، انه طلع بيان نتمنى التوفيق للكابتن احمد فتحي. ما انا مش شايف فين الهجوم. بس يعني هل الاهلي الموقف هل الاهلي مثلا قال نستنكر ما قام به؟ ما حصلش. هل في اي تصريح مسيء؟ لا
نتمنى لك الخير في اختيارك، بس كنا نتمنى ان تبقى معنا. وهي جمله قدمنا لك ما نستطيع، كابتن احمد فتحي قدمنا لك ما نستطيع، وعندما نستطيع دي بنخش على الجوحه وحمار وبتاع. طيب ان ان ان, إن في وقت ما اتهاجمنا احنا، انا تحديدا معاك هي دي طريقه حوار مع لعيب مع زايد وتفاوض مع زايد، ما نحط سقف وخلصونا ونقرب المسافات. مش في حد هاجمني استاذ تامر بدو اظن وقال لك ودي لغه لسه حد بيفكر كده في 2020. هو اللي رجع بعد كده، وانا كان انا حاولت اتصل بيه عشان افهم وجهه نظره، لاني انا ما هنا لا بهاجمه ولا بدافع عنه ولا بنتقده، بس عايز افهم. هو بعد كده رجع قال لك انتوا ازاي تدوا المبالغ دي للعيبه دي في سنها ده. هو طيب اذا ما تقوليش تسريب، لان المفترض الناس كلها سمعت وسمعت تفاصيل المفاوضات كانت منين. لكن الاهلي من المؤكد سواء هذه اللجنه او من سبقها او كسياسه عمل دايما محدش بيعرف حاجه عن طبيعه المفاوضات عن تفاصيل التعاقدات. انا ببقى قاعد معاك وانت بتروح تبرم صفقه او تتعاقد مع حد، انا نفسي ما بحطش نفسي في موقع ان انا اسالك مين خد كام ومين عمل ايه. انت بتحاول تلف عليا وانا ما بديكش الخبر يسقر نط وخلاص، انما تفاصيل لا. فبالتالي اعتقد الناس سمعت من الكابتن نادر شاوي كل التفاصيل، يعني مش للجنه ولا الاهلي الا اذا كان في الرغب في حذف طوبتين عن جهل وغرض ومرض على اللجنه اللي ليها كل الاحترام والتقدير والتحيه. كابتن احمد فتحي اتقدم له عرض فيه من التقدير ما يكفي وفقا للرغبة الفنية للمدير الفني انه يبقى الراجل موجود والقدرة المالية للنادي، ايه المشكلة؟ وانت عندك خطة معينة. لما بالعكس الكابتن نادر شاوي قال الاهلي وافق على طلبات احمد فتحي واظهر مرونة جامدة وقدم او اقترب من احمد فتحي 3-4 خطوات واحمد فتحي تراجعهم برضو. انا شخصيا لما اعلن الكابتن احمد فهمي كانت احمد فتحي كتبت وماله حقه خلاص ما خلصنا، انت اديت الحق للنادي انه يقول شكرا للاعب، بس ادي الحق للاعب انه يقول شكرا للنادي بمنتهى الوضوح والاحترام، وهو ده اللي لازم يفضل. بالظبط هو ده اللي لازم يفضل. خرج الكابتن احمد فتحي له كل التحيه وكل التقدير على تاريخ كبير وعطاء مستمر مع النادي الاهلي ل 12 سنه او 12 موسم، شاف له وجهه نظر اخرى، حقه الانساني حقه الطبيعي. محدش ولم يصدر عن النادي الاهلي ما هو عكس ذلك على الاطلاق. ما اظنش كمان الكابتن احمد فتحي قال اي حاجه، واحمد فتحي التغريده اللي كتبها كلها احترام وتقدير، وقال انا اخترت وجهه نظر تانية وان انا عايز تحدي ولا جديد ولا وانا عايز اتظلمت خلاص ولا قال اتعملت ولا قال حاجه، كان نفسي العب كان نفسي ده حاجات بقى تخصه يعني، ورجع قال مش بتاعتي كمان يعني بعد كده قال لك انا ما قلتش الكلام ده لحد. طيب ازاي النادي الاهلي يدي الكابتن احمد فتحي او يعرض على الكابتن احمد فتحي رقم زي كده في لاعب كبير في السن، وبعدين لما يتقال طب ما هو بيراميدز دفع اكتر يقول لك لا بيراميدز نادي خاص. هنا مصيبه المصائب بقى، لانه انا اقدر افهم ده من حد ملوش في الشغلانه، ما يفهمش يعني احتراف، لا يتحدث عن اللعب المالي النظيف يا باشمهندس. والله صدقني الجمله دي كل اصلاح الكره المصريه لازم تبدا من عندها. ايوه وانا قلت لك هذا الكلام، الاتحاد الدولي ليه اصر على الشفافيه الماليه والملاءه الماليه وانك انت ما يبقاش عليك التزامات اكتر من مداخيلك، عشان اللعب والعبث اللي بيحصل، وعشان الارقام ما يبقاش كل واحد واخدها في سكه، اللي يقول لك غسيل اموال، واللي واخد يقول لك اصل مش بيدفعوا، واللي يقول لك ما ارفع قضيه، لا هو عايز حاجه واضحه وسليمه. عندي 10 قروش التزاماتي 9 قروش خد الرخصه، لكن وال10 قروش لازم تبقى قايل جايبهم منين. طيب الاهلي بيعمل كده، الوحيد اللي عنده الرخصة بهذه المعايير عنده ميزانية مستقلة لكرة القدم، عنده موازنة واضحة جدا الفلوس بتاعتها ممولة ازاي، مفيش لعيب طلع اشتكى النادي الاهلي عشان ما خدش حقه التعاقدي يعني.
اللي بيطمع في حاجة إنسانية زيادة ده بينظر إليه بشكل مستقل وكل حالة بحالتها، لكن العقود بتم الوفاء بيها، الالتزامات تم الوفاء بيها، بدليل النادي الوحيد، مش النادي الوحيد، النادي الأهلي تحديدا اللي ما فيش شكوى ضده في هذا الأمر. ففين فين بقى إن إحنا الفلوس أكتر من طاقتك وإزاي تدي المبالغ دي؟ لا، ده انت في الحاله دي ها، لما جيت تدي اللعيب زي كابتن وليد سليمان برضو ما عجبش. ما انت بترجع لموضوع واحد، ايوه يعني مش عاجبني تصرفي ان انا وقفت عند هذا الحد مع ناس قالت مع كابتن استاذ حمد زاوي. طيب لما اديت انا اللعيب ووافق قال لك ازاي تدي الراجل ده؟ هذا دي تقييمات فنيه، احنا عندنا الاثنين على نفس القدر من الاهميه، مين قال لك ان انت بترتبهم؟ طيب. ليه الاهلي قدم لاحمد فتحي العرض الانسب بالنسبه للنادي، فبقى الاهلي بيدفع فلوس كتيره للعيبه كبيره في السن كده. طيب خلينا مع جحا والحمار. الاهلي استغنى عن الكابتن حسام عاشور ووجه له الشكر على ما قدم وقدم له عرض تكريمي تقديري تثميني لكل تاريخه وعطائه واخلاصه وانتمائه وانهاء مشواره في النادي. حسام عاشور مواليد 86، يعني بنتكلم في 34 سنة. أحمد فتحي يكبره بسنة أو بسنتين كمان. الناس اللي لامت الأهلي على الاستغناء عن حسام عاشور هي نفس الناس اللي طلعت قالت ليه يدي فلوس لأحمد فتحي الكبير في السن. لا كابتن وليد، ما هو أحمد خلي فتحي وليد دلوقتي. ها. يعني أنت بتستغنى عن واحد وبتقدم عرض كويس لواحد. في الأولانية اتلمت جدا وفي التانية اتلمت جدا. ليه؟ لأن جحا عايز كده، أو الناس اللي شايفة حمار جحا ده منطقها، مع أنه في الحالتين الأهلي بينطلق من رؤيته وخطته، لا فارقة معاه لا سين ولا صاد، والناس دي ياما هتقول بس اللي شغال شغال. دخلنا على وليد سليمان. النادي الأهلي لرغبة فنية أساسية عند المدير الفني بيتمسك بوليد سليمان. وليد عنده قدرة على العطاء لسنتين، اللجنة بتقدم له عرض لمدة سنتين، وليد بيوافق بكل الحب والانتماء والإخلاص والتحية المستحقة ليه. هو ده بقى النموذج اللي صعب على الناس شوية. يا جماعة الانتماء والتفاني والإخلاص وتأخير العامل المادي شوية، محدش بيكره الفلوس، بس في النهاية في ترتيب لكل واحد عنده هدف، في حد بيبيع اعز الناس عنده لاجل الفلوس ويقولها، ما تحاسبوش عليها. كل حد عنده حسابات نفسيه وتصرفاته، لكن في المقابل لا تحجر على القيمه الانسانيه المحترمه عند المحترمين. انك تلاقي وليد سليمان يطلع يقول لك اتعرض عليا كتير ان انا اخد فلوس وامشي من النادي الاهلي، لا انا هفضل في النادي الاهلي. ما سومش، ما ابتزش. زي ما انت بتدي الحق لأي حد قليل قوي في الحفاظ على القيمة، من باب أولى ان انت تقدر حد عنده هذا الإخلاص وهذا الانتماء. محدش هيلومك انت، كل حد له حساباته، بس ازاي احنا نوصل إنسانيا وأخلاقيا ان احنا نرفض النموذج المحترم، نرفض القيمة الأخلاقية، نرفض فكرة الإخلاص والتقدير. لا هي مش متاخده كده يا استاذ ابراهيم، هي متاخده ان انك انت بتلوم على النادي الاهلي. الاطراف ما هياش بالنسبه اللي بيلوم ما بيلومش غير عشان النادي الاهلي انه غلط، عملت كده غلط، قررت عدم التجديد غلط، قدمت عرض بما تستطيعه وما استمرتش في المنافسه فيه غلط، قدمت نفس العرض واقل منه الى لاعب قبله غلط. فهي الفكره، انت عارف غلطه جحا هنا ايه؟ وهو دي النقطه اللي النادي الاهلي ما بيعملهاش الحقيقه ومش هيعملها، انه ادى دماغه للناس. ايوه حب يعمل، لو الاهلي بقى عايز يعمل كده كان كل ما يعمل حاجه هيقع في الثاني وهيتلام برضه. ايوه فانت تكتشف ان انت اعمل، انت ادرى بظروفك،
وادرى بسياستك وادرى بموقفك المالي وادرى بعلاقاتك في لعيبتك، احترمهم هيحترموك، خلص بالطريقه اللي تعجبك. وحتى لا هتتلام او هتتهاجم او هتتعمل، لا تعبأ خلاص، انت النادي الاهلي، انت اللي بتعلم بالنموذج. لما بتعمل حاجه صح الناس كلها بتقول لك اعمله زي النادي الاهلي. حتى في اللحظه اللي المنافس بتاعك عايز يصلح حاجه يسترشد بيك. اي حد بيهاجمك يجي ساعه الجد، اكسب بقى بطوله افريقيا ولا بتاع، هيقول لك عشان الاهلي وقدم كل شيء والاستقرار والنموذج. فانت اعمل اللي انت شايفه صح استاذ ابراهيم، وارضي ضميرك طالما انك قادر على الوفاء بالالتزامات. هشو حاجه عندك انت اللي بتجيب الفلوس وانت اللي بتحطها في مصاريفها. ما تجيش تقول لي انا رب الاسره، ما تجيش تقول اصرف ازاي على بيتي، انت ما تدينيش حاجه. لو انا استدنت عشان اصرف على بيتي تقوم انت تقول لي يا راجل يا مجنون، كنصيحه صديق بقى، حد يستلف عشان يغير عربيه ابنه؟ هو يا راجل حد يعمل في نفسه كده؟ حد يستلف عشان يجيب فساتين بنته مش عارف منين؟ حد يستلف علشان يتفسح في اوروبا؟ تقدر تقول الكلام ده من باب انك انت خايف عليا، وان ما قلتليش من حقك تمصمص شفايفك وتستغرب وتضرب كف على كف. لكن لما اكون انا راجل اصلا بشتغل عشان اعرف اصرف بالطريقه دي على بيتي، انا عايز اصرف على بيتي كده، عايز اخلي لعيبتي احسن لعيبه، عايز اخلي لعيبتي في اعلى مستوى، عايز اخلي لعيبتي في اعلى استقرار، عايز اجيب لهم احسن جهاز فني، عايز اجيب لهم يعني اديهم اعلى تصور انه يجيب لهم فلوس من خلال البطولات، احط لهم حوافز. فخلاص طالما ان انا قادر امول هذا بشفافيه المفروض ما حدش يلومني. لكن هتلومني عند الاخفاق. والاخفاق هنا مش ان اكسب ماتش او اخسر ماتش. ان انا بقى في وضع مادي، ممكن تيجي كورونا تعمل لي وضع مادي سيء زي العالم، ما تحاسبنيش على دي. لكن لما استلف عشان اصرف عشان اجيب لعيبه، واستلف عشان اصرف عشان اعمل عقود، هنا يلام بقى اللي عمل كده. طيب وليد سليمان برضو ده جزء من حدوده جحا. الاهلي قدم له عرض، وليد وافق عليه. بقى الكلام تدفعوا ليه ده؟ كل ده اللاعب ما هوش دولي. ما هو في النهايه جحا لازم يتلام. انا بقول لكم لحظه واحده بقى عشان مش دولي دي، اصل خلي بالك معيار الدولي ده بيبقى له اعتبارات. كابتن عبد الله السعيد كلنا مجمعين على انه اهم لعيب في الثلاث سنين فاتوا. كله وسائل الاعلام لدرجه بيلام الاهلي ازاي اللعيب ده ما يبقاش موجود في النادي الاهلي في الاخر. ما كانوش فتحوا له يوم الجمعه. طيب وقت وجود الجيل بتاع بركات ابو تريكه لحد ما توقف الدوري، كابتن عبد الله سعيد كان لاعب في منتخب مصر الاول؟ مش اساسي حتى لما كان بيتاخد زيه زي وليد بالظبط. اذا الظرف كده احيانا تبقى لاعب مهم جدا، لكن عشان تتاح لك الفرصه هتبقى على لعيب تاني ممكن يبقى مهم جدا جدا. ده انا ممكن اسمعك دلوقتي مدرب منتخب مصر في كاس العالم اسامه نبيه وهو بيعترف. دي النقطه الثانيه، انه اللاعب اللي ظلمناه وكان بالزبط. حقه يكون موجود وليد سليمان. وممكن انت ما تاخدش حقك نتيجه حسابات مش صحيحه. لا مش ده مدرب. ده اهو كابتن اسامه كنت لسه جاي لها. فانت انت لعيب هايل. هو السؤال حد يختلف على الكابتن وليد انه واحد من اعلى مواهب جيله؟ صحيح. حد يختلف على انه الصفقه الذهبيه التي كان يسعى ليها الجميع واولهم النادي الاهلي انه يبقى في صفوفه وحاول مره واثنين وثلاثه واربعه ودخل مستشفى وخرج من المستشفى وتدخلت وزراء؟ دي الفكره اللي انا بتكلم عليها. ده نموذج التضحيه والاخلاص والرغبه. مش بس التضحيه، انا بتكلم في القيمه بقى. سيبك خلاص، كابتن وليد اكد على انه هو الراجل اللي بيعشق ناديه، مش عايز بالتصرفات. ايوه. وبيحترم جمهوره. انا بتكلم على قيمته. ده حد يقول اللاعب ده اللي بيتدخل راجل وزير كبير انه ما يجيش النادي الاهلي ويحتفظ بيه؟
لناديه في انبي ان ده لعيب شويه؟ لا طبعا. حد يختلف ان وليد سليمان هو اللاعب الذي يحدث الفارق اينما حل في اي وقت في المباراه؟ لا طبعا. والدليل دلائل كثيره جدا جدا. مساله انه لعب كم ماتش دولي مش في مش تقصير منه خالص ولا ولا تقليل منه. طب اقول لك حاجه غريبه. الكابتن حماد امام ايقونه نادي الزمالك ورمزه واسطورته. صحيح. واحد من اعظم من مارس كره القدم وداعبها. كلاعب دولي ملوش سجل. ملوش تاريخ كبير. ظروفه كده وقتها راس حربة كان في الشاذلي وكان في يا راجل كان كل نادي عنده اتنين فراودة لا موجودين في جيل يشيلوا جيل ده بحاله. صحيح. الاولمبي عز الدين يعقوب وحلمي سليمان ومعاهم بدر عبد الفتاح ترسانه بدر عبد الفتاح وفي وقت ما ومصطفى رياض والشاذلي ومحمود حسن المصري بدوي محمد بدوي وشاهين محمد شاهين فروي الاسماعيلي السويس اوكا واكما والاسماعيلي واسمه وقبليهم كان عبده سليم اللي لعب دوره روما على حساب الكابتن صالح لخلافه الشهير مع اللواء الديب وقتها. كل نادي كان عنده في الستينات والسبعينات فراوده تقيله جدا جدا جدا. مش معنى ان في واحد سجله الدولي مش كبير انه مش يقل اهميه عن اي حد من دول خالص. طب ما تاخد الثانيه احمد ايوب عز الدين يعقوب واحمد ايوب اخوه اللي كان في وفكري فكري ايه الفيرود الجبار بتاعهم برضه فيرود جامد جدا الاتحاد السكندري. مفيش نادي كان ما عندوش فيرود واتنين تقال جدا. لكن هل كل دول لعبوا دولي؟ لا ومش قد بعض. وهي في النهايه رؤيه مدرب وظروف مرحله. يعني انا ممكن اجي اخدك في مرحله عندي لعيب او عندي وانا كنادي اهلي بقى بالمعيار بتاعك ده. طب ما الكابتن حسام عاشور ما ده اللي انا بقوله لك انا مقيمه واحد من اهم اللعيبه. لحد ما جه لحظه فنيه بقى الرؤية الفنية بتقول عندنا البدائل اللي ممكن يبقى فرصته مش كبيرة في وجودهم. مش تقليلا منه. ولكن طبيعة الظرف. اللحظة دي. من أكثر اللعيبة اللي اتظلمت في المنتخب وما راحتش تاني. ولهذا بياخد عرض استثنائي. في تقديره. ما تقدمش لحد غيره. أيوة. إزاي تبطل وكأنك ما بطلتش. ماتش اعتزال. تأهيل أوجه تكريم كتيرة أوجه تكريم. فهي معيارها الحقيقة معيارها عطاء اللاعب معيارها احترامه النادي والنادي بيحترم. حسام عاشور الوحيد اللي ما خرجش بره باب النادي الأهلي ابتدى وبطل فيه. الوحيد من المجموعة المطروحة. طيب يعني شفنا تلوم على الأهلي اديت وليد سليمان ليه؟ ده مش دولي. وليد الحقيقه الراجل كان مهذب جدا 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 لدرجه انه كل اللي بيتعرض له من غلوشه ملهاش اي لازمه ولا اي تمن عبر قال لك القافله تسير فقط علشان يركز في شغله وفي عمله. لكن لما اتكلم ل دي ام سي سبورت اتكلم قبل كده وليد عن قصته مع النادي الاهلي. حتى بعد السنين دي الامور ما فرقتش معاك وما قلتش طب انا من حقي زي ما هو ده طبيعي من حقي ان انا احط رقم من حقي ان انا اختار. بص يا كابتن يعني ما ينفعش انت بعد الفترات الطويله جدا انت عايز توصل النادي الاهلي هتيجي تعمل ازمه او تيجي تقول ان اتساوي من النادي الاهلي في اي حاجه. اكيد النادي الاهلي بيقدر كل لعيب بيبذل جهد في الفرقه او ليه تقله في الفرقه بيتقدر. ما ينفعش ان انا بعد السنين دي كلها اجي اقول ان انا اتشرط وان انا عايز امشي. انا التجديده الاولى مع الكابتن علاء عبد الصادق انا كان جاي لي عروض من بره من قطر تحديدا وكان ارقام خياليه وكنت فري. يعني انا كنت لما الكابتن علاء جه يتكلم معايا قلت له يا كابتن انا مش هتكلم في حاجه
جه حتى يعني قال لي ايه هتيجي تتنطط دلوقتي انا كنت في اندي وعايز عارف وعايز تمشي تروح الاهلي دلوقتي قلت له استحاله يا كابتن ومضيت برضه على بياض واتحط لي رقم اللي انا استحقه واللي انا راضي بيه فعلا في الاول والاخر هو رزق بتاع ربنا بس يعني الحمد لله اتحط لي رقم اللي انا كنت راضي بيه وكملت والتجديده الثانيه دي لما الكابتن سيد كلمني والكابتن خطيب رحت ما اتكلمش في حاجه يعني حتى الكابتن سيد جه يتكلم معايا في ارقام قلت له يا كابتن مش اتكلم في حاجه مضيت على بياض ومشيت ما اتكلمش في حاجه يعني. ليه سميتها مساومه ما سميتهاش ان انت بتدور على تامين مستقبلك مش هقول حته تامين كل واحد ادرى بظروفه يعني انا مش هتكلم في حاجه انا بس انا الحمد لله مقتنع وراضي ان ده رزقي وما ينفعش ان بعد التاريخ ده كله في النادي الاهلي ان انا مثلا ابص لحاجه ثانيه او ان انا اسيب النادي لما النادي هو اللي يقول لك امشي في الحاله دي انت مش هتخسر الجمهور انا زي ما قلت لك ان انا اللعيب الوحيد اللي الجمهور نادى عليا وانا بلعب في انبي ما ينفعش ان انا اجي في وقت زي كده ان انا اعمل حاجه الجمهور يزعل مني خالص يعني اسالك سؤال وجاوبني بصراحه هل ده جاي على حسابك انت يعني ان انت كنت دايما بتسيب التقدير للاهلي هل جه على يعني كنت متوقع ارقام وما جاتش هي الارقام دي مش هقول كده هقول في الاول والاخر ده رزق وربنا اللي كاتبه ايا كان ان كان كتير قليل ده رزقك هتاخده بره النادي هتاخده جوه النادي هتاخده لكن حته التقدير اكيد ان انت هتتقدر في النادي ما بي مثاليه ولا حب قوي للنادي الاهلي مش هقول مثاليه ولا انا اقول كلام زي كده كل واحد زي ما قلت لك كل واحد اضرب ظروفه انا ظروفي الحمد لله راضي بيها بس انا بتكلم في حته ان انا بحب النادي الاهلي في ارجع لورا انا عملت كتير علشان اجي النادي الاهلي ما ينفعش ان انا اجي النادي واعمل حاجه تبقى مش كلام متوقع والناس عارفاه ومصدقاه بس اهم كلمه قالها بيقول لك انا مش بساوم ليه لان انا عارف النادي الاهلي هيحط لي التقدير اللي استحقه ويرضيني وفعلا مضيت على بياض ولقيت المبلغ اللي استحقه واللي رضاني وانا قابلته امبارح بالصدفه كنت رايح مشوار كده في النادي هو ده وليد اللي انت شايفه ده هو ده وليد اللي تقابله في اي وقت مفيش افتعال يعني فطبعا ربنا يكرمه ومش اي حاجه يقدر عليها الاهلي خساره في اي لعيب زي حسام عاشور زي الكابتن زي كل الكباتن الكبار كابتن النادي الاهلي كان عايز الكابتن شريف اكرامي مصلحته مصلحه منطقيه انا كل شيء مش دلوقتي انا عايز العب مش هقدر العب بانتظام في النادي الاهلي لان بصراحه اللي موجود يستحق ان يكون رقم واحد كان راجل فير جدا مع نفسه ومع النادي خلاص انتهى هو ده هي دي العلاقه السويه لكن انا ما حاسبش النادي الاهلي ما اديتوش ليه اللي هو عايزه اديته ليه اللي هو عايزه طب انت اصلا عايزه يبطل ليه طب انت اصلا مش عارف ايه دي سياسه مش ما حدش يقدر يجاوبك عليها غير لما تكون في دولاب العمل هتاخدها ما حدش هيقول لك ليه بتعمل كده هي كده وما ينفعش ننكر على واحد انتمائه او تفانيه او ترتيب المساله عنده هو بيستمتع جدا جدا انه يفضل موجود في النادي الاهلي هو حساباته انه كده اسعد له انا راضي عن حياتي دي انا راضي قال لك كل واحد ورزقه احنا ليه فاهمين ان الناس كلها لازم تبقى زينا احنا ليه عايزين الناس تجرف فكره القيمه والاخلاص والانتماء ليه مش من صالح اي حد خالص في نماذج بتختار وبتفكر تفكير احترافي وتفكيرها مادي غالب عليها شويه حقها الانساني على فكره ما نلومهاش بس في نفس الوقت من السفه ومن الجهل الشديد جدا ومن الغرض ان انا عايز اجرف القيمه الوم لاعب على انتمائه لا في السبعينات الكابتن محمود الخطيب اتعرض عليه عرض كبير من مونشن جلادباخ الالماني بعد ما لعب مباراته مع الاهلي تمسك انه يفضل في النادي الاهلي اتعرض عليه من اهل دبي تقريبا وكان عرضه مفتوح اقول لك انا عصرتها دي ده في اول سنه طلع تقريبا وتعرض عليه 50,000 جنيه 50,000 جنيه ده كان رقم مرعب وقتها ايوه يعني تخيل الكابتن حسن شحاته كان ممكن يجي النادي الاهلي لو كان فيه 4000 جنيه ما عرفناش نوفر 4000 جنيه عشان يجي من الكويت علينا ايوه ف 50,000 جنيه بتتكلم في السبعينات لا طبعا مبلغ يخض وقتها
وكان حيران وخارج انا، فلقيته رايح جاي عند السلم اللي بيطلع على الدور الفوقاني ده. ايه يا كابتن؟ قال لي في موضوع شغل. حكى لي انا جاي لي كذا اعمل ايه. كنت شفت الكابتن صالح قاعد في الصالون. قلت له بقول لك ايه، انت عارف الكابتن صالح لا بيعرف يزوق الكلام ولا له غرض في اي حاجه، تثق ان هو الراي اللي هيقوله لك هو بتاع المصلحه؟ قال لي طبعا. قلت له روح اساله. بعد شويه جه قال لي لا خلاص. قلت له ايه؟ قال لي كابتن اقنعني، قال لي التوقيت ده ما يخدمنيش في الاحتراف، ممكن تاخد فلوس لكن ما تحققش حاجه. حقق الاول مع النادي الاهلي شيء يبقى في تاريخك وفي قيمتك، وبعد كده بموهبتك دي هتحترف في اي مكان. وانا اقتنعت وانا صرفت نظر. النادي الاهلي ساعه انه ازاي يتعوض بعض الشيء، لان سمو الامير عبد الله الفيصل لما سمع بالقصه دي برضه حاول انه يعوضه عن جزء من هذا العام. بس ما كانش وقتها موجود، يعني هو مش ساب دي عشان دي. هو اتكافئ بعد ما خد الموضوع. قدر. الاهلي كان بيعمل كده باستمرار. دي النماذج. فيا رب نرجع. الاقي مثلا حتى الكابتن خطيب مره شفت له فيديو قريب وهو بيحكي واقعه محمد ابو تريكه، واحنا راجعين من اليابان بعد اول مشاركه، وعرض كبير جدا من الهلال السعودي. ده العرض كان للاهلي وكان له كبير. للاهلي وكبير له. بارقام مش لدرجه ان مانويل جوزيه اللي بيحبه جدا واللي متماسك بيه فنيا من ضخامه الرقم قال لك لا حقه، ما اقدرش اقف في سكته بالشكل ده. ومع هذا الرجل اختار يبقى في النادي الاهلي. بس انت كنت موجود معانا في اللحظه اللي غير فيها رايه. ايوه في مطار القاهره احنا راجعين قدام الجمهور. لما احنا راجعين في 2008 بعدم نجاح. لا دي 2005 لو تفتكر بتاعه الهلال السعودي. لا 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 افتكر انت. 2008 يا ابراهيم. 2008 يبقى انا ابراهيم اللي كنت في الموضوع. يا ابراهيم ما تكلمنيش في ايدي. تمام. انا اللي ما كنتش متاكد منه ما جادلكش، بقول لك حاضر. تمام. 2008 2008 هو كان فين؟ 2005 كان حاجه لسه. لسه. لكن 2008 كان هو بقى في 2006 قمه النضج، و2007 و2008 في قمه التوازن. صحيح. فانت لما وقفنا وهو بكى الجمهور. الجمهور واقف بره الصاله، احنا واقفين بنستنين الشنط، ولقينا دوشه. اوعى تمشي وتسيبنا. لا مش بيهتفوا له، بيهتفوا للاهلي. للاهلي. اهلي مش عارف ايه، وبيمجدوا في الاهلي قوي وبيمجدوا. فمانو جوزيه راح باصص لعيبه قال اطلعوا لهم شاوروا لهم من ورا الازاز. اللعيبه خدت بعضها وراحت تشاور لهم. انفجار. كل لعيب باسمه وجم عند ابو تريكه هتفوا له بقى الهتاف اللي انت بتقوله ده. فبكى وقال له خلاص. وهو قاعد مستني الشنطه قال انا مش ماشي. يعني اذا في حاجات بتبقى عند اللاعب ساعتها بتهمه اكتر. بالظبط. لحظه سعاده، هو سعادته هي فيدي. هي دي اتصرفوا براحتكم، اجمعوا فلوس ما تشاؤون، محدش هيحجر على حد اخلاقيا من حقه يتصرف ازاي انسانيا. متعتك غير عربيه، انت حر، مارس حياتك بملذاتك، بس في نفس الوقت ارجوكم ما تجرفوش القيمه الاخلاقيه ولا تستأصلوا غده الاخلاص عند الناس. الناس المحترم قوي دي حرام عليكم ان انتوا فعلا تستكثروا عليهم لحظة سعادة في لحظة اختيار. هو اختار ده، فكانت النتيجة انه يفضل محمود الخطيب في وجدان قلب النادي الاهلي. ده معناه ايه؟ يفضل محمد ابو تريكة، يفضل وليد سليمان، وتفضل كل النماذج المخلصة. ليه بقى؟ لان اللعيبة النوع ده بيلهم الاخرين. بالظبط. ودي اهم نقطة، اهم قيمة في الاهلي، انك انت بالنسبة للصاعدين تبقى بالنسبة لهم انت القدوة والملهم. تلهمهم هذا المعنى. ممكن واحد تاني يلهمهم الله وراء المصلحه، هو حر. احنا كلنا عندنا في حياتنا حاجات بتخلينا بتحكم قراراتنا استاذ ابراهيم. عشان كده انا مش حابب نصدر احكام على بعض. انا ما اقدرش اقول للي راح للعقد الاكبر انه غلطان. ممكن يبقى عنده ديون ساعتها، ممكن يبقى عنده اقساط ساعتها، عنده تفكير، ممكن يبقى عنده رغبة في انه يطور نفسه ماديا. هو حر. اذا ما نحكمش على بعض، لكن لما يجي واحد يتصرف عنده هذه القيم العالية بقى، لا ده يستحق مني الحفاوة المضاعفة مش طبعاً. اللوم طبعا لا نبخسه حقه. انت اشرت كمان لنقطة
هو ده المكون العميق للنادي الأهلي، انك تلاقي فيه هذه النوعية المخلصة قوي، المحبة قوي، المنتمية جدا، اللي تلهم غيرها، اللي تقدر تلهم الأجيال بعد كده، إلهام الأجيال القادمة. هو ده اللي بيميز الأهلي، وهو ده اللي بيسعى إليه كارهه الأهلي، انه يجرفوا هذا المعنى وهذه القيمة. فاكرين لما المهندس عدلي في بدايات البرنامج قال لك هو ما يفرقش معاهم خالص ان الاهلي ياخد بطوله او مش فارقه، الفارق الحقيقي ازاي تقدر تشيل من الاهلي فكره القيمه والاخلاق والمبدا، لان هي دي اللي بتبين عليها البطولات، هي دي اللي بتجيب، وهي دي بقى هي دي اللي بتميز، وهي دي اللي بتكون فخر جماهيرك بيك كمكون اساسي. اه يعني ما بناقش حد من الولاد اللي طالعين معتدين جدا جدا بقيمه النادي الاهلي، ولما يحصل مشكله في اي مشكله يقول لك ايه؟ بلاها بطولات. ايوه. ما مش عايزين تنازلات. ايوه. ده مش كرها للبطولات، ده رغبه في البطولات، لانه عارف هيجيبها ازاي. كل مره كل مره بتختار القيمه وبتختار السلوك وبتختار المبدا وانت متصور انك بتضحي بالنتيجه بتجي لك النتيجه. بالظبط. كل النماذج اللي فاتت في حياتنا بتقول كده. ايوه. كل ايقاف اللاعبين ده النموذج الصارخ. انه ربنا بينصفك. البطوله العربيه كابتن حسام موقوف ويجي لك فيليكس عشان اتاخر يوم. وتوقفه. يوم الكابتن صالح يقول ما يلعبش البطوله. فتفوز بالبطوله. فده جايب شنطته داخل الفندق شفته رايح فين؟ قال لي الاوضه، قلت له اوضه ايه؟ روح على البيت. قال لي ازاي؟ قلت له ميعادك مش امبارح. بعدك اول امبارح، انت جيت امبارح وجاي النهارده الصبح، احنا في المعسكر هنا من امبارح. كابتن صالح قال ان ما جيتش من اول معسكر مش هتخش مش هتلعب البطوله. يوم يجي من غيره ومن غير كابتن حسام والكابتن هشام حنفي يتوجد لك كحل، اتوجد في البطوله دي صاروخ يصاب، ويجي الكابتن ثابت البطل يقول لك هعمل ايه في الفاينل؟ وبعدين نستقر ولا حاجة، ربك هيحلها، تروح كسبان البطولة. هو ده الأهلي اللي مش ملك حد على فكرة، ولا يجب أبدا قصره في فانيلا وشورت، ولا يتقال أبدا أصله ده مش ابن النادي. يعني إيه مش ابن النادي؟ يعني إيه مش ابن النادي؟ ابن النادي المخلص، المنتمي، المحب، الحريص على النادي، اللي بيحترم النادي، اللي بيقدر النادي، اللي بيخاف على النادي، اللي بيضحي علشان النادي. هم دول ولاد النادي. من تنطبق عليه هذه الصفات وهذه المزايا؟ جمهور الاهلي بيشيله جوه نن عينه. بالتاكيد. اي حد غير كده كل حد بيحطه في المكان اللي يستحقه. شريف عبد الفضيل واحد جه للنادي الاهلي. ممكن تاني نرجع نفس المثل. اه. في واحد بيحجر على ابوه عشان الفلوس، صح ولا غلط؟ اه اهو ده جينيا ابنه. اه يروح ابن جاره اللي بيحبه هو اللي يرعاه ويقول له والدواء ومش عارف ايه. مين تفتكر ابنه؟ الاب ده هيعتبر مين ابنه الحقيقي؟ اه اذا العطاء والاخلاص هو 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 المعنى الحقيقي للعلاقه. بالظبط. مش الجينات الوراثيه. مش معنى انك عندي في الناشئين وتطلع الظهور. وكل واحد من الناشئين في اللي يطلع في النادي الاهلي قدامه سكه من اثنين، يا يشيد بفطره وجوده وانه كان بيتمنى يكمل يبقى ابن النادي، يا اقول لك ده كان نادي وكان ويبتدي يسب في النادي ده مستعد يكون ابن وده اللي عايزين يوصلوا له هم. اه ده يكون ابن النادي ازاي تقدر تكسر في القيمه؟ ازاي ده يكون ابن النادي ويطلع يهاجمه؟ اه لا مش ابن النادي، ابن النادي الذي يشعر بمعنى إن النادي ده له فضل، وحتى من غير فضل هو مجرد إن أنا انتميت إليه فترة أنا غيرت حياتي. كتير النماذج المخلصة، بيعجبني جدا كلام الكابتن شريف عبد الفضيل نسمعه. لما تم الفسخ التعاقد معانا كنت سهل جدا أروح أشتكي النادي الأهلي وأكسب 9 مليون جنيه، لأن أنا كنت ماضي 3 سنين. وفي الاتحاد الدولي في سويسرا رحت في الفيفا مع اول جلسه كنت هكسب القضيه دي في ثانيه. والله يا كابتن وناس كتيره جدا محامين في سويسرا كلموني الناس انا بياخدوا جزء من الفلوس طبعا ليه مبلغ طبعا مبلغ كبير فقضيه كسبانه 100%. قلت لهم لا انا فكرت، قلت لهم لا النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي
ما اقدرش. انا عملت تاريخي جوه النادي الاهلي، سطرت تاريخي جوه النادي الاهلي، فما ينفعش ان انا اخسر الناس دي بسهوله. هو ده اللي انا بقى كنت بقوله، ده حقيقي. انا يعني انت شاهد؟ انا شاهد طبعا. بصوا بقى الناس المحترمه، ده كان حاجه غريبه جدا. اه يعني جهاز الكوره ضمهم وبعد اسبوع مشاهم هو وجده. كان موضوع غريب جدا. انا قلت لهم، قلت لهم الله، هو ايه اللي حصل يعني؟ مش عارف. لا لا، كان حصل حاجه في التقييم يعني. يعني فالاثنين طلعوا عناصر كما نتمناه، اهو اديك شايف. يعني انت بتستضيف حد متوقع انه يشتكي لك من لا، بيقول لك انا رغم ان انت عمل فيا كده، وفعلا المحامين قالوا له ناخد نسبه وناخد نسبه ونجيب لك ونجيب لك ونجيب لك، ما رضيش وحلها مع النادي الاهلي ودي بما لا يضر كل الاطراف. وفضل يتكلم على الاهلي بكل طبعًا هذا الحب وهذا طبعًا التقدير، لان هو ده اللي جواه، وهو ما شافش حاجه من النادي الاهلي تستحق كده غير غلطه اداريه معينه. فده حاجه بنحب. هو دي. طب انت كابتن شريف كده كسبان اكتر ولا خسران؟ لا كسبان طبعا. في حاجات ما نقدرش نحسبها بالفلوس، الاحترام المتبادل، حب الناس، ثقة الناس فينا تجيبها زي استاذ ابراهيم وتسوى كام. يعني انا النهارده يعني واحد يقول لي انت لو كنت منتبه لنفسك كان زمانك بقيت رجل اعمال. قلت لهم كويس قوي، رجال الاعمال بيدفعوا فلوس النهارده عشان يحظوا بجزء من اللي انا بتمتع بيه ببلاش. الناس بتشوفني، تحترمني، سلم عليا. انا رجل اعمال وكسبان كتير جدا 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 من مشواري مع النادي الاهلي، كسبان ان الناس شافتني وادتني مكانتي وتحبني وبحبها. احيانا بينتقدوني بتحملهم لان ده حقهم، زي ما بيعلوني من حقهم ينتقدوني، لكن اسعدوني حياتي. انا حياتي عملت فيه اللي انا بحبه، ولو اتكررت الامور مش هغيرها. حتى لو اتيح لي فرصه ان انا ابقى رجل اعمال، وكان عندي الفرصه ان انا اعمل قريه صحيه واتسحبت مني لاني مش متفرغ لها في شرم الشيخ بدري في التسعينات، اول ما اتعينت مدير نادي عملت توكيل لمهندس هناك بعني لاحد المستثمرين. خلاص هقعد اعيط؟ ربنا اداني في حته تانية مشوار احلى قوي من اللي كنت هعمله. مش ندمان يا استاذ ابراهيم، اعمل الشيء الصح، ربنا والله بيدخلها. اولا زي ما قال وليد، الرزق له حجم. أوه. مش مكتوب لك تبقى اكتر من كده ولا اقل من كده. بالظبط. يعني انت لما تيجي تقول ايه لو كنت اشتريت حته الارض دي زي ما قال لي فلان كان زمان كسبت كذا 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 كذا، مش مكتوب لك انك تعمل الملايين دي بالطريقه دي. لكن مكتوب لك ان ربنا يرزقك بالستر والاحترام والقيمه ويدي لك اللي تقدر تحافظ بيه على هذا الكلام، مش اكتر ولا اقل. سعيد جدا. سعيد جدا انك انت تتحوكش لحد، سعيد جدا انك انت ما تصرفش الفلوس الزياده دي على صحتك، سعيد جدا. ما انت ممكن كان يبقى عندك، هو مش في واحد بيغير الكبد بمليون جنيه والقلب مش عارف بكام؟ كان ممكن اشتريها قطع غيار بالفلوس مثلا. طب ربنا اداها لك ببلاش، الحمد لله لحد الان ماشيين وبنتكلم وبنتحرك وبنفكر وبنرد وبناكل وبنشرب كل حاجه الحمد لله. القانع يعرف قيمه الاخلاص. القانع اللي مش قانع مهما ربنا اداله هيفضل يبص ليه ده بغير لي وليه ده بغير لي وليه ده بغير لي. القانع يعرف قيمه الاخلاص طبعا. ما هو مش هيخليه يغل على حد جنبه ربنا رزقه، بالعكس هيقول ربنا يفرحه ويديله. ما هو عنده اللي مكفيه، مش باصص انه يبقى احسن من كده. ولو بقى احسن من كده هيبوس ايده ووشه وضهره، مش هيقول لا، بس مش هتبقى مبلغ همه. والطامع الحاقد اللي الطامع هيفضل عندي مليون عايز 10، عندي 10 عايز 100، عندي 100 عايز مليار. مليار ايه ده؟ انا عايز ابقى اغنى واحد في مصر، ده عايز ابقى اغنى واحد في اوروبا، عايز اغنى واحد في العالم. يفضل الهاجس ده معذبني
معذبني، حاسس ان انا مش بحقق حاجه بكل ده. واللي بعد ما كان عايز يشتري شقه بقى عايز يشتري جزيره. ولو اتاخدت منه هيحس انه خسر الدنيا ويخبط دماغه في الحيط ويرفض المحامي بتاعه، ضيعت الجزيره مني. طب هتعمل لك ايه الجزيره دي؟ ولا حاجه. لانك تقدر تروح تقضي في الجزيره دي بقيت عمرك بفلوسك اكنك صاحبها. وتقدر تروح تحترف في الصين وتاخد فلوس كتيره قوي وتبعد عن النادي الاهلي اللي لعبت فيه شهور قليله جدا، لكن انت يا ايفونا تفضل فاكر الاهلي لانك مخلص. التفاوض مع النادي الاهلي كان ماراثون طويلا، لا احد يعلم ما حدث بالضبط في التفاوض، كان هناك ربما نوادي او بعض الانديه الاخرى على الخط التفاوض. بالنسبة لي هذه قصة لا أعرف بالضبط، لأنني تلقيت رسائل من هيثم عرابي، أعتقد أنك تعرفه. أنا لم أكن أعلم ما هو النادي الأهلي في ذلك الوقت ولا أعلم أي شيء عن الفريق، ولكن عندما أراني الفيديوهات وشاهدت الفيديوهات وأداء الفريق ومدينة القاهرة والقصص النادي الأهلي ونجاحاته واستاد كرة القدم، قلت لنفسي هذا الفريق الكبير يسعى لضمي أنا، وبالتالي قلت لنفسي نعم سأذهب وأحترف في النادي الأهلي. تلقيت رسائل كثيرة من جماهير الأهلي في ذلك الوقت، العديد من الرسائل من الجماهير النادي الأهلي بعثت لي برسائل كثيرة، قلت هؤلاء الناس يعشقون كرة القدم ومجانين بحب النادي الأهلي، قلت في نفسي أن هذا نادي كبير وسأتمنى أن ألعب. تحدثت لهيثم وقلت له سآتي للاحتراف في الأهلي، هو نادي كبير. وقال لي هيثم هذا نادي كبير، نادي الأهلي كبير، إذا جئت لنادي الأهلي عليك أن تتطور وعليك أن تقتل نفسك في الملعب وأن تحرز الأهداف وأن تكون نجما. قلت له نعم أنا على استعداد لتحقيق ذلك والانضمام للنادي الأهلي. القيم يا أستاذ إبراهيم بقى، لأن دي قضية أثيرت برضو، ان اللعيب في مصر كل ما بيكبر قيمته بتزيد، ده عكس العالم. وانت كنت عملت الموضوع ده، الاخبار كانت عملت اثار انتباهك، ويعني عملت ايه بقى ولا في الاخبار اتعمل ازاي؟ يعني الحقيقه الزملاء في الاخبار، الزملاء تامر عبد الوهاب ومحمد حامد ومحمد جمعه، عملوا تحقيق مهم جدا في الجزئيه الاحترافيه اللي احنا عايزين نوصل لها. هي اولا الفكره كانت فكرة مقارنة يا باشمهندس، إيه الوضع الاحترافي المقلوب؟ الملاحظ جدا إنه مش بس حتى في الكرة المصرية، بالمناسبة الكرة العربية، يعني لو بصيت على الكرة السعودية هتلاقي نفس الحالة، إنك أنت اللعيب وهو بيكبر وهو بيبطل بيبلغ قمة السعر الاحترافي بتاعه. أعلى رقم اللعيب بيوصل له في مسيرته الاحترافية في الدول العربية عامة في السنوات الاخيره من عمره. بينما بسرعه كده لان القيم العاطفيه عندنا ايوه اعلى، موجوده مش موجوده بره قوي كده، ايوه بره احتراف عطاء. طيب خليني اقول لك نشوف بره عامله ازاي، ليه القيمه التسويقيه بتعلى وبتوطى. اولا القدره مرتبطه بالسن، قدره اللاعب على العطاء كلما كان أصغر سنا كلما كان أعلى، ده بالنسبة للقدرة. للريسيل أو إعادة البيع، أنا لما بشتري لاعب الأهلي يشتري مثلا إيفونا، يشتريه بقد كده عنده فرصة لبيعه وفقا لسنه فبيكسب منه. فيلافيو نفس الحكاية، فعندك فرص إعادة البيع للاعب بتحقق لك أهداف عالية جدا من الناحية المادية. اللاعب الكبير السن وانت بتعمل معاه عقوده الأخيرة ما عندوش فرصة الريسيل ده أو إعادة البيع، مش موجودة بحكم السن. عشان كده بره الأرقام اللي هتسمعوها ارتبطت بالقدرة وارتبطت بفرصة التسويق. ليه سبب بسيط بسرعة برضه في كلمة لأن هو لما بياخد لعيب يدفع فيه 10 قروش عارف إنه يقدر يجيب منه 12 قرش السنة الجاية. بالظبط. ألاقي رونالدو بقى بعد مسيرة عالية جدا، واحد من أبرز لعيب الكرة في تاريخ كرة القدم تقريبا،
عنده 35 سنه، قيمته التسويقيه الحاليه 75 مليون يورو، كانت كام قبل ما يروح لليوفنتوس؟ كانت 90 مليون يورو. بصوا ده السنه اللي فاتت. لا ايوه، وهو في وهو في اليوف. اه طيب، ده هو بيقول لك الفرق في سنه واحده بالظبط. راموس كان 18 مليون يورو، او دلوقتي 18 مليون يورو بعد ما كان 25. اقرا بالعكس. يعني اقرا من الشمال لليمين. طيب مانويل نوير بايرن ميونخ كان 18 مليون، هو 18 مليون و34 سنه، عشان ده حارس مرمى بالظبط. قدامه كام سنه بقى؟ ده يقدر يجيب ثمنه في ثانيه. شوف مودريتش في الريال بعد ما كان احسن لاعب في العالم كان 20 مليون يورو السنه اللي فاتت، السنه دي نزل 15 وهو 34 سنه. وهكذا لو انت عايز كل القائمه اللي الاخبار افردت لها مساحه للتدليل على هذه الظاهره او هذا الوضع الاحترافي المقلوب، انت بتتكلم على ناس كل ما سنها بيعلى بيتقدم القيمه التسويقيه. لا انا في واحد بس اخر واحد لازم اقوله بسرعه. اثنين، ابراموفيتش 38 سنه. تفتكر قيمته كام السنه دي؟ 3.5 مليون يورو في السنه. نزل النص، كان 6 مليون السنه اللي فاتت. السنه الجايه هتلاقيه 1.5 مليون. طيب وين روني بقى؟ اللعيب الاسطوره بتاع انجلترا. 34 سنه، من 4.5 مليون يورو لثلاثة بقى 3 3 مليون يورو، بياخد 3 سعره 3 مليون يورو. وهكذا كل اللعيبه تقريبا بدون استثناء. هنا اللي حاصل هتلاقوا باستمرار عندك القائمه المصريه برضو القيم عاطفيه، واللاعب لما بيبلغ نهايات عمره الاحترافي بيتمتع بقيمه جماهيريه كبيره، فبقى له سعر جماهيري مش سعر احترافي. النواحي العاطفيه ضاغطه زي ما المهندس عدلي قال، فبتبقى المساله عاطفيا شويه مش احترافيا قوي، برغم انه الحالتين التانيين اتاثروا. لو انت جيت عملت مراجعه احصائيه لعطاء اللاعب وفقا لسعره هتلاقيه برضه بيقل، القدره او العطاء بيقل، انت لو حطيت بيزيد. انت لو حطيتها عناصر تكوين السعر وحطيت لها معدلات لا طبعا تقدم السن بعد، يعني تقدم السن بعد سن 18 حتى سن 29 30 لا هتلاقيها كلها طالعه، لان بيضاف اليها الخبرات والقدره ما زالت موجوده هي. من بعد الثلاثينات تبتدي الخبره تزيد بس الجهد يقل، طول ما هم بيعوضوا بعض ممكن لسن 32 33 يثبت السعر. بعد كده انت بقى وايه وحالتك، ودي فيما نظر يعني تلاقي لعيب محتفظ بانه يستطيع ان يتطور بعد السن دي بدنيا وفنيا فهي ليها مساطر ممكن تتعمل يعني. لكن اللي بيبوظ كل ده الجانب العاطفي وارتباطك الجماهيري مع وجود تنافس غير ناضج مش مربوط بمعايير الشفافية والسلامة المالية، ولا فيها تأكيد على اللعب المالي النظيف، ولا المالي عن، ولا حتى قواعد التفاوض. كل حاجة في مصر مش موجودة. تفاوض أي وقت ما يعجبك وبالطريقة اللي تعجبك مفيش شفافية بين اللاعب وكيله. هتبقى بينه وبين حد تاني. فأنت القصة كلها احنا عناصرنا هنا في مصر مختلفة، وطبعا بدرجة أقل شوية في الخليج، لأن هم ابتدوا يطبقوا احتراف صح. يعني معايير الشفافية المالية على الأقل بيتقال لك ميزانيتي أهي ده كذا كذا موجود. احنا لازم بسرعة اتحاد الكورة، وده كان نفسي المهندس أبريدة بإذن الله لو قدرنا نعمل معاه مداخلات بعد كده، إن يحسسنا إن القضايا دي هتبقى شغله الشاغل في المرحلة القادمة. الاتحاد يقدر يعملها ازاي سريعا؟ يعملها طبعا، يطبق المعايير الدولية. يطبق معايير الرخصة بدقة. بس قول لي مداخلك ما يتقليش اصل ده نادي قطاع خاص من حقه يعمل اللي يعمله. مفيش حاجة كده. تخيل ان في ناس مسؤولة على الاحتراف تقول كده، ان كل واحد من حقه يعمل. ما تربطنيش بحد بقى. انت بتسألني انا. انا ما ينفعش يتقال كده ليه؟ لان انت في الاخر مش هتسألني انا صاحب النادي ده اللي انا عدلي القيعي بقى اللي انا ما حدش عارف فلوسي جايه من ايه.
انا مش بتكلم على حاله معينه، بتكلم لو اطلقت في المستقبل هيجي لك ناس ما تعرفش مين دول، كله خاضع لقانون واحد للائحه واحده، مش عارف مين دول وفلوسهم منين والفلوس دي بتتصرف كده ليه فانت، ولذلك الاتحاد الدولي هو معني بدي معني ومربوط بسيستم عالمي في السيطره على المال النظيف ده لفظ جديد، يعني مش جديد، لفظ مهم دلوقتي، موجود لعب المال النظيف، المال النظيف نفسه مش اللعب المال، يعني ممكن يبقى معاك مال نظيف وتلعب بيه غلط المال نفسه معروف مصدره يعني مال نظيف تلعب بيه بشكل نظيف بس كده دي معي وعندك وموجود عندك، مش موعود بيه او متوقعه او ايراد متوقعه، لا يكون عندك، انت عندك وانت مثبته دفتريا كمان، او تحول الى جزء من رصيدك وقيمتك التسويقيه انت كنادي، يعني ليها معايير، اي معايير تبقي النظام ليبقى الاهلي دائما وابدا للمخلصين فقط. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله، تصبحوا على خير.